مجال بنعمة الله إنه تقدر تسألوا شو بتحبوا. تفضل. أهلا وسهلا أخ أم. مشكور. أنا طبعاً المرة الفاتحة وقت الباب حكيت طبعاً مختصر جداً عن الحادثة أو الاختطار أو مقابلتي مع السيد المسيح أول مرة. طبعاً حكيت اختصار شديد لأن الكلام اللي قاله لي كتير جداً، وأنا يعني كتبت الكلام ده وحطته في الموقع، وأي حد يدخل الموقع هيشوف إن حتى كلام بس القديس يوحنا المعمدان خد معايا صفحات يمكن 120-130 صفحة من الأسكار. وبشروني أخاني البعض دخلوا هاني جريس بسم الله ودخلوا وشافوا عشرات الفيديوهات واللقاءات اللي أنت سجلتها وشافوها، صح ولا؟ آه في البعض. آه مزبوط. سلمت معك. والموقع بتاع جيسوس فور فيه مش الفيديوهات بس، في كل شيء، يعني الكتابات، كل الكلام اللي قاله السيد المسيح مكتوب، يعني نص كلام أي حد ممكن بمكان الطبع يطبع، معمول بالبي دي اف يعني. وكل قديس قال لي كلام السنين اللي فاتت أنا كتبته، أنبا أنطونيوس قال لي كلام على مدار السنين جمعته، وكذا قديس كل الكلام اللي قاله السيد المسيح قال لي اكتب كل حاجة. فاتكتب يعدي مثلاً 2500 صفحة فلوسكار، كلام كتير قوي على مدار السنين. فطبعا مش ممكن في خلال ساعتين أو حتى يومين هحكي اللي أنا فهمته يعني أو اللي عرفته. بس في نقطة إن أنا اللي هو أهم شيء قاله لي السيد المسيح في اليوم ده، وأهم موضوع في خلال اللي فهمته في 17 سنة اللي فاتت، أهم موضوع هو إيه الهدف وإزاي أوصل للهدف بالتحديد. لأن في ناس كتير مش واضح ليهم الهدف، عشان كده ما تغيرتش حياتهم زي كل القديسين. يعني السيد المسيح قال لي ببساطة الفرق بين القديسين وأي إنسان عادي بيروح الكنيسة ومؤمن، إن القديسين فهموا بوضوح كامل الهدف، وفهموا بوضوح كامل الخطوات العملية، أو اللي زي ما القديس بولس قال عنه الجهاد القانوني، يعني إيه بالضبط اللي يعمله عشان يوصل للهدف. فالهدف في ناس كتير مش فاهمة قوي، زي ما أنا ما كنتش فاهم إن إزاي نوصل نبقى أعضاء في المسيح، زي ما قال السيد المسيح أنا القرمة وأنتم الأغصان. اللي خلى القديسين في قداسة عالية جدا اللي قاله لي السيد المسيح إن هم وصلوا لامتلاء كامل وسكنوا فيا وبقيوا زي أجزاء مني، زي العضو، زي الصباع في الجسم، بيبقى ليه نفس الصفات بتاعة الجسم. اللي خلى القديس يوحنا المعمدان إلي النبي العذراء طبعا، أي قديس يعني بدون عموما كمبدأ، اللي وصل للقداسة عالية أو اللي خلاه مميز أو مختلف أو طبيعته مختلفة عن البشر وكأنه مش بشر مش زي الناس، إن هو اتغيرت طبيعته من طبيعة جسدية عالمية لطبيعة روحية. انتقال الإنسان أو تغيير الإنسان، تغييره من الطبيعة الجسدية للطبيعة الروحية، ده طريق. المسيح قال ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي، مش لغفران خطية، لا، المؤدي للحياة. لأن ده اللي سأل المسيح فهمولي، في ناس كتير كانوا بس معتقدين إن هو كل الهدف تتغفر خطيتهم ويظلوا باقيين في مكانهم. فالمسيح ما خلقش الإنسان عشان تتغفر خطيته ويقف مكانه. المسيح قال لي أمثلة كتيرة من ضمنها إن لو واحد هيبتدي يمشي طريق ووقع في حفرة، غفران الخطية هو إنه يرجع للمكان اللي هو كان فيه. الحفرة دي كان فيها وحل أو طين، المسيح وعد إنه هيغسله وينقيه ويرجعه زي ما كان، بس مش يوصله لآخر الطريق. زي طفل مولود لسه بيبي، الطفل ده معرض يكسر حاجة أو هو يقع يتكسر أو يتوسخ، فغفران الخطية هو إن يلغي السلبيات تماما وكأنه موقعش وتوسخ. حتى لو وقع واتكسرت عظمه
غفران الخطية هو الله بيلئم الجرح اللي فيه وبيلئم العظم فيه وبيرجعه زي ما كان سليم. غفران الخطية زي ما المسيح قال لا أعود أذكرها، لكن هو ما زال طفل محتاج يمشي في الطريق ينمو في القامة والحكمة والنعمة، زي ما السيد المسيح اتكتب عنه كان الصبي ينمو في القامة والحكمة والنعمة. فالمسيح قال لي باختصار شديد قوي إن العهد الجديد تاريخ حياة المسيح، وإن كان فعلا هو بدقة كاملة تاريخ حياته على الأرض، لكن هو الحقيقة مش مكتوب عشان أخد فكرة عن المسيح كان بيعمل إيه على الأرض وبس، لا، عشان أنا أعيش الحياة اللي عاشها المسيح. فقال لي من وقت البشارة الملاك جبرائيل لما ظهر للعذراء لغاية القيامة ده الطريق لأي إنسان مفروض يمشي. فإحنا هنقول بس نقط بسيطة بسيطة جدا، هي النقطة دي اللي هي عمليا فين البشارة في حياتي وإمتى أصل للقيامة في حياتي. القيامة هو إزاي أبقى صورة الصورة، تلك الصورة عينها صورة القداسة اللي ربنا عايزها تبقى في أولاده، لأنه هو بيقول كونوا قدسين كما إني أباكم الذي في السماوات هو قدوس. لأن أي إنسان أي إنسان صادق عايز يبقى ابن لله، أي إنسان صادق لازم يشبه لله، يشبه له. الابن بيشبه أبوه، وصفة بتاعة الله المميزة هي القداسة، عشان كده الكتاب بيقول القداسة بدونها لا يعين أحد الرب. فلما ظهر الملاك للعذراء ده من الناحية العملية هو وصول الإنجيل لكل إنسان في أي مكان وأي زمان. الكتاب المقدس هو البشارة، الكتاب المقدس أو العهد الجديد اللي هو الإنجيل معناها The Bible، معناها The Gospel، معناها بشارة سعيدة أو مفرحة. البشارة دي وصلت لكل إنسان، وحتى لو الكتاب نفسه ما وصلش أكيد سمع، وحتى لو ما سمعش في ضمير جواه زي ما احنا قلنا أخنوخ، أو زي ما السيد المسيح قال لي زمان أخنوخ ما كانش فيه كنيسة أو كتاب مقدس، لكن جوه كل إنسان جوه كل إنسان الله حط غريزة اللي هي بحثه عن الله. يعني أنا اتعرفت على ناس هنود لما كنت بدرس في الجامعة في ألمانيا 4-5 سنين، تعرفت على ناس ميؤمنوش بالله لكن ليهم إله، اللي بيعبد الطبيعة واللي بيعبد البوزيين. وكل قبيلة سمعت وعرفت أن لازم تكون بتعبد شيء في كل زمان ومكان. فلما سألت الشخص ده طب ليه يعني تعبد طبيعة أو كده، قال لي لا لازم يكون في إله في حياتي. قلت له ليه لازم، هو نفسه ما عرفش يجاوب، لكن السيد المسيح في رؤية من الرؤى قال لي أنا حاطط جوه إنسان من ضمن الغريزة اللي جواه زي غريزة عايز يأكل، ففي غريزة اللي هي لازم يبحث عن إله، ليه إله ولازم يعبده. فحتى الفراعنة كان ليهم كمان أنواع كتير من الآلهة، أيام إيزيز وأوزوريس بيعبدوا الشمس ومواضيع تشرحها، بس لازم كل إنسان جواه غريزة إن في إله لازم يبحث عنه. اللي رافضين تماما يعبد الله ده هو اللي رافض يخضع تحت أي إله، فهو بيقاوم غريزة جواه. فدي آية موجودة في روميا 2، من ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم. يعني أي إنسان ربنا هيحاسبه ويقول له أنت مش كان جواك أنا حاطط غريزة إن في إله في حياتك، ليه ما سألتش عن الإله ده؟ عشان كده ما فيش حد ليه عذر. ما عرفش هل تسمعوا عن واحد زي القديس موسى الأسود، سمعتوا عن ناس كتير كانوا بعاد عن ربنا زي أغسطينوس، أكيد حد سمع عن القديسين دول، أو شاول الطرسوس اللي في الكتاب المقدس. في ناس كانوا أشرار جداً من عائلات وقبائل لا تعبد الله، لكن من جواهم كانوا بيبحثوا عن مين الإله الحقيقي ده. فصدق الإنسان، صدق الإنسان إنه عايز يوصل، دي البداية الصح. أنا بس عايز أوصل للنقطة دي إن كل إنسان لمطلق الحرية، هل عايز يعرف الإله ده اللي هو خلقه، وهل عايز يوصل للنقطة اللي هي يرضي إلهه إزاي؟ فاحنا نسيب حكاية الملحدين وكده، احنا الوقت مسيحيين ودي نعمة كبيرة جدا الله وهبها لنا، نسيب عدالة الله تحكم بقى العالم، خلينا في نفسنا. احنا كل مسيحي وصلت له البشارة زي الملاك جبرائيل لما ظهر للعذراء. العذراء لما جالها الملاك
قال لها حاجة المنطق ما يقبلهوش، إن هتجيبي ابن. قالت له إزاي أنا ما عنديش راجل. فالبشارة تبدو صعبة ومستحيلة. دي السيد المسيح قال لي ده رمز العذراء، رمز الإنسان سمع بودانه وأرى بالكتاب المقدس إن الإله عايزنا نبقى صورته، عايزنا نبقى قدسين وكاملين. العذراء بترمز للنفس اللي قبلت مع إنه يبدو الموضوع مستحيل. يعني أي إنسان لو اتسأل السؤال ده، السؤال ده اتسأل لي وتسأل ناس كتير، هل يوحنا المعمدان أو إيليا يعتقد ينفع يبقى زيه؟ يعني هل ينفع نعتقد نحن نبقى زي يوحنا المعمدان أو إيليا؟ أغلبية الناس قالت لا مستحيل. والسؤال ده أنا كنت بسأله وأنا طفل في مدارس الأحد، كنت بقول في الكنيسة للأستاذ وأبونا، هو إيليا كان شخصية ملفتة للنظر بالنسبة لي ومركبة نارية، وكنت بسأل هل ممكن أبقى زيه؟ فأغلبية الإجابات كانت لا، إيليا ده شيء مميز، واحد مميز مختلف. فكنت بقول طب ينفع أبقى زي يوحنا المعمدان؟ برضو يقولوا لي لا. فحسيت من جوايا حزن، طب حسيت إن في تمييز، ليه ربنا يميزنا عن إيليا؟ طبعا اكتشفت في الآخر الإجابة طبعا، لأنه لما المسيح ابتدى كلامه في موعظة على الجبل كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لكن في ناس كتيرة لقيت حتى الموضوع العنوان نفسه زي ما العذراء لما جالها الملاك وقال لها هتجيبي ابن الله، فكل إنسان قدامه مطلق الحرية، هل هو عايز ولا مش عايز؟ حتى لو الموضوع صعب، يعني كل المسيحيين سمعت الآية إن المسيح في موعظة على الجبل قال كونوا كاملين، لكن هل هو انشغل وفكر وقال إيه هو الكمال المسيح بيقول عنه ويا ترى نوصله إزاي؟ ده الله مدي مطلق كل واحد مطلق حرية، هل فعلا عايز يبحث عن القداسة والكمال وصورة الله مثاله؟ هل من جواه يريد؟ في ناس تحججت وقالت الموضوع صعب، فالسيد المسيح قال لي لما أنا شفيت كل المرضى وخصوصا اللي ماتوا، كنت عايز أقول لكم رسالة من كل شفاء مريض وخصوصا اللي ماتوا، إن ما تقولوش ما ينفعش وما نقدرش، أنت تقولوا هل تريده ولا لا تريده. يعني الله طلب من كل إنسان يختار، هل هو عايز يبقى صورته؟ هل عايز يبقى قديس عشان يشبه له؟ أما حكاية القدرة، الله هو اللي عنده القدرة. عشان كده لما العذراء سألت ببساطة وببراءة أطفال قالت له كيف يكون هذا؟ قال لها لا، من ناحية كيف يكون هذا، الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك. صحيح ده موقف بيحكي عن التاريخ وولادة السيد المسيح، لكن الحقيقة عمق الإنجيل هو أنا مكتوب فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح. كل حاجة في الإنجيل لازم تتعاش وهي خطوة في الطريق، مش كاتب ربنا كلمة وبيقول كل كلمة تخرج من فم الله تحيي الإنسان، مش كل جملة، كل كلمة تخرج من فم الله تحيي الإنسان. فسيد المسيح قال لي إن الإنجيل حياة وخريطة للي عايز واللي صادق عايز يعرف الهدف ويوصله. أما اللي مش هو، أما اللي عايز وعنده إرادة بس مش فاهم يسأل، هو قال له اسأله تعطه. عشان كده العذراء سألت، هي قالت له أنا موافقة هوذا أنا أمة الرب، بس فهمني إزاي. المنطق بيقول أنا ما أقدرش، المنطق بيقول ما ينفعش، ما ينفعش، أنا ما لا أعرف رجلا. قال لها لا سيبك من ما تقدريش، لكن هل أنت تريدي؟ هل تريدي؟ قالت له طبعا هوذا أنا أمة الرب، بس قل لي بس عشان إيه أقتنع يعني. قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تظللك، لذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله. طبعا هي الفريدة في حكاية مجيء المسيح الكلمة بالجسد، لكن هي رمز لكل واحد يتولد في المسيح، بس يتولد بالروح، مش هيجي يتجسد المسيح تاني ويتولد على الأرض تاني، لا هي مرة واحدة، لكن هو نفسه يتولد في كل إنسان بالروح وينمو ويتقوى بالروح وينمو في القامة والحكمة فينا، مش بس في التاريخ. فهي البداية، السيد المسيح قال لي بداية الوصول للهدف قبول البشارة، قبول وانشغال الإنسان بالموضوع، بيقول كونوا قديسين،
جدي قال لي يا ريتنا كنا انشغلنا وخدنا الموضوع بجدية وقعدنا كام يوم مع نفسنا نسأل هو إيه الهدف وإزاي نوصله، يا ريتنا كنا سألنا، لأن الأبدية تستاهل وتستاهل وتستاهل، تستحق أبدية، حياة لا نهائية تستحق انشغال. فسيد المسيح اللي حزنه قال لي إن الناس مش واخدينها بجدية، ما جربوش حتى يسألوا. النهاردة الصبح كنت بكلم واحد في أوروبا، الواحد ده في عيلة مسيحية بس لا يؤمن بالله، يعني بيقول لي يعني أقنعني بوجود الله. فأنا من ضمن الرؤى اللي شفتها للسيد المسيح قال لي أي إنسان لا يؤمن بي هو لا يؤمن لأنه لا يريد أن يؤمن، لا يريد، لا يريد أن يؤمن. فقلت له ببساطة أنت قلبك طيب جدا وأنت إنسان فعلا خير جدا، بس مع احترامي ليك اللي أنا فهمته من السيد المسيح أن أي إنسان لا يريد أن يصل لشيء معين ده بكامل أرادته لا يقدر لأنه لا يريد، لأن القدرة من الله. قلت له أنت مش بتعبد الله لأنك لا تريد. قال لي طب وليه لا أريد؟ قلت له لأنك مش عايز تخضع لناموس ومش عايز تخضع لقوانين زي آدم، رفض يطيع الله، قال أعمل اللي أنا عايزه أبقى حر، فاضطرد من الجنة. فقلت له لا أنت جواك غريزة بتقول إن في إله. قلت له أنا مش عايزك ترد عليا، اسأل نفسك أنت جواك غريزة فيه بتقول إن في إله، حتى لو في احتمال واحد في المليار، واحتمال واحد في المليار قص مليار، يعني احتمال واحد قدامها مليار صفر، مش مليون يعني ستة أصفار ولا 600 صفر، لا، حتى لو في احتمال، مش الاحتمال ده يستحق إنك تاخد الموضوع بجدية وتسأل؟ قال لي يعني أعمل إيه؟ قلت له الموضوع بسيط خالص، أنا بكلم واحد لا يؤمن بالله. قلت له اقعد ساعة بس مع نفسك، ارفع عينك للسماء وقل له أيها الإله اللي أنت خلقتني اللي أنا معرفوش، أنا عايز أؤمن بيك. قلت له هل هتخسر حاجة؟ سكت كده هم شوية وما ردش. قلت له يا ريت ترد علي، هل هتخسر؟ قال لي أنا مش هخسر حاجة. قلت له إذن قدامك مفترق طرق، هل تريد أم لا تريد؟ مش الله موجود ولا مش موجود وتدخل في مجادلات، بتدخلش في مجادلات مع الناس، انت جواك عايز تخضع للإله ده ولا لأ؟ فهو طبعا هو قال لي حاضر هشوف، يعني قلت له لا مش هتشوف، ما تجاوبنيش انا ولا تقول لي عملت ايه، انا مش عايز اعرف عملت ايه، انت مع نفسك لو انت صادق ادخل اقفل على نفسك وقول له ايها الإله اللي انت خلقتني انت تقدر تقنعني فاقنعني. قلت له ده اذا كنت انت عايز، انا بتكلم في مستوى ناس ملحدين، فكم وكم احنا مسيحيين في الكنيسه بديهي سمعنا كونوا قديسين وكونوا كاملين وسمعنا سير قديسين كتير قوي، بس المسيح قال لي كلمه في اليوم ده، قال لي ان الشيطان قدر يقنع العالم ان القداسه دي لفئه معينه، ورفضوا يقعدوا مع نفسهم صادقين، ورفضوا يقرعوا على بابي ويسالوا يطلبوا مني ان انا اكذبهم. النقطة اللي أنا كنت عايز أوصل لها اللي المسيح علمهاني آية مهمة قوي قالها في إنجيل يوحنا أصحاح 6، بتقول لا يستطيع أحد أن يقبل إلي إلا لم يجتذبه الآب. يعني مش ممكن كان بني إسرائيل وهم في مصر بقدرتهم يوصلوا كنعان، مستحيل، مستحيل أصلا البداية يقدروا يبتدوا يطلعوا من فرعون. طب الحل، الحل إنهم صرخوا، جات لهم البشارة، البشارة عن طريق موسى. اللي يقرأ الكتاب المقدس كويس قوي يلقى في كل قصة هروب أو إنقاذ من عبودية، عبودية فرعون نبوخذ نصر، هو صراخ الشعب. في سفر القضاء 12 مرة يجي ملك يستعبد الشعب، والكتاب يقول ولما صرخ الشعب أرسل إليهم مرة شمشون ومرة جدعون، أرسل لهم واحد يخلصهم لما صرخ. فبداية خروج الإنسان من أي مرحلة عشان ينتقل لمرحلة تانية صراخه بصدق إنه عايز يطلع، عايز ينتقل. عايز، العذراء كانت عايزة، مع أن الأمر يبدو صعب جدا ومستحيل قبوله عقليا،
ما فيش حد بعقله يقتنع ان ممكن يبقى زي يحلل مع مدام. العقل يقوله مش هينفع، لكن الله قال ان انا قدرتي غير محدودة، والقديس بولس قال والكتاب قال استطيع كل شيء في المسيح، بس يبقى من يريد ومن لا يريد، لان فوق في السماء مفيش عذر لاي انسان ما وصلش للقداسه. وفي كمان حاجه تانيه السيد المسيح قالها لي، لان انا بقابل كل الطوائف ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت في السويد والدنمارك وهنا وفي مصر، كل طائفه ليها راي معين من ناحيه المسيح والطريق القرب والباب الضيق والشفاعه والقديسين، اراء كتير جدا. فالموضوع علشان لما يجي حد بيسألني أقول له طب بدل ما تسألني أنا، ما تسأل الله وتاخد منه الصح إيه الطريق. بس في حكمة ربنا برضو علمها لي، اللي هي أي إنسان معتقد أن ماشي صح، أي إنسان معتقد أن ماشي صح، أي واحد معتقد أنه ماشي الطريق، طب يسأل نفسه في الكنيسة هو ليه 20-30-40-50-60 سنة وصل لفين؟ لو ماشي صح طب وصل لفين؟ لأن جوه الكنيسة حتى لو كان المعتقدات صح ممكن يكون هو نفسه مش أمين، مش ماشي ومش بيجانب. فالمشكلة مش في الكنيسة، المشكلة في الشخص نفسه مش أمين في جهاده. ففي ناس متكلة على الكنيسة أو العقيدة ونسية أن الموضوع معتمد عليها هي نفسها، مسؤوليتها الأولى في جهادها. واضح الكلام؟ يعني أي إنسان معتقد أنه ماشي صح يسأل نفسه. فالسيد المسيح قال لي في اختطاف اللي هو آخر اختطاف، الاختطاف الثالث، اللي قرن لي آدم بكل الكتاب المقدس، وأنا ممكن في موقع في اللي يدخل اسمه الاختطاف الأخير ده، ياما رهبان وراهبات في مصر قروه وقالوا لي يعني معلومات عمرنا ما كنا فكرنا فيها، إن ربنا كل شخصية في الكتاب عايز يقول لنا حاجة منها، عن طريق إبراهيم، عن طريق داود. في ناس كانت بتروح وترجع زي إبراهيم يمشي، آسف داود يمشي 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 بقوة ويرجع، إبراهيم بيروح ويجي. في ناس زي إيليا النبي كان بيطلع على طول لفوق بقوة رهيبة قوي. فإيه اللي مخلي ناس يوصلوا للقداسة العالية وناس تروح وتيجي؟ اللي هي جديتها في الطريق وفهمها الكامل. أي إنسان بيقول إن أنا مش ماشي صح يشوف الشخصيات اللي في الكتاب. فواحد زي دانيال هو أكتر الناس اللي ربنا كلمني عنه، قال لي إن في ناس معتقدة إنها متعمدة وبتتناول وليها علاقة معايا وماشية. بيقول لي طيب هل هم مليانين من الروح القدس زي دانيال يدخل مكان يقدر يغيره؟ المسيح بيقول أنتم نور العالم. طيب هل هو نور للعالم؟ هل هو نور حتى المجموعة من الناس؟ هل نور لواحد حتى؟ واضح السؤال. اللي معتقد أنه مليان من روح الله، أي إنسان بياخد جسد المسيح بس بشروط طبعا وبتوبة واعتراف وصدق، طب يشوف المسيح لما ختم كلامه موعظة على الجبل قال ثلاث كلمات: من الثمر تعرف الشجر. يشوف فين الثمر؟ لأن المسيح قال لي إن في ناس كتيرة نايمة ومش عارفة هي فين من الطريق. فقال لي الموضوع بسيط، يشوف الثمر. هو لو كان ممتلئ من روح الله، طيب التغيير في حياته وفي حياة الآخرين قد إيه؟ فقال لي الأمثلة في الكتاب المقدس واضحة جدا، ناس زي الثلاث فتية، مسبيين وعبيد، وجابهم الملك يدوبك بس دخلوا القصر قلبوا القصر كله وغيروا حياة الملك نفسه. نبوخذ نصر كان يعني ما بيتفهمش يعني ولا داعش في زمانه، يعني نبوخذ نصر ما حدش يقدر يقف قدامه، مرعب، يدخل أي مدينة ينسفها، بس وقف قدام دانيال ما قدرش يتحرك، خاف. وقف قدام دانيال خاف. في سفر دانيال إصحاح 2 بيقول الكتاب إن نبوخذ نصر سجد لدانيال. ده معناه إيه؟ طبعاً برهان مش محتاج كلام ومش محتاجة زكاوة إن الشخصية دي مختلفة عن أهل العالم. إيه اللي خلاه مختلف من امتلاءه من روح الله؟ طيب وجود ناس في كنيسة 20-30-40-50-60 سنة
اللي خلاها مش مليانة من روح الله والدليل إنها مش زي دنيال؟ أكيد هي لو كانت ماشية الطريق كانت وصلت للصورة دي. أي إنسان رايح مدينة لو ماشي حتى لو ماشي ببطء هيوصل للمدينة دي بعد فترة. أي إنسان عايز يتغير لصورة معينة حتى لو ماشي ببطء هيوصل للصورة دي. فالسؤال ليه مش كل الناس وصلت وتغيرت لصورة المسيح؟ الكتاب بيقول كونوا قديسين، والقديس بولس بيقول أنا تغيرت تلك الصورة عينها. فقال السيد المسيح أن الناس مخدرة والشيطان على هالنية الحلوة بيطلع لي هون بيشغلني هون بيخبطني من هون بيشدلي شعري من هون بيخبطني من هون، يعني بيشتتني بدل ما تماشي دغري على النية تبعي 50,000 مشكلة على اليمين و 300,000 مشكلة على اليسار، وبدل ما كمل على طريقي بنشرد هون وبنحني من هون وبرد برجع لورا، يعني الشيطان مشان ما أوصلش. عندك النية وعندي النية بس يمكن هون بيخبطك وهون بيضربك وهون بيشدك وهون بيرجعك، يعني بجوز يمكن نتعب أو نمل أو لا سمح الله يمكن شوي تشتت بالواقع. لكن طبعا اللي عنده إرادة كاملة باستمرار وفي علاقة مع المسيح يدخل مغباه وبيخلق بابه وفعلا عايز يوصل، الله بيرشده، هو الراعي اللي قاد كل القديسين مستعد يقود كل الناس. لكن مش كل الناس صادقة مع نفسها وبتمتحن نفسها. الكتاب بيقول امتحنوا أنفسكم أنتم فين، يعني ربنا بيسألنا كل يوم اسألوا نفسكم أنتم فين، ولا أنتم راضين بالحال اللي أنتم فيه، ولا أنتم مش عارفين احنا وصلنا لفين. فمن ضمن الكلمات اللي قالتها لي العذراء أن العالم كله ساوم بالوجود مع الله إلى الأبد من أجل سراب، ساوم مساومة يعني سايب نفسه. والإنسان لما بيسيب نفسه زي ما الملاكين لما ظهروا لوط قالوا له اهرب لحياتك ولا تنظر لورائك ولا تقف في كل الدائرة. ففي ناس كتير دخلوا في دوامة وسايبين نفسهم وما بيسألوش هم فين، أو مش منتبهين إن في طريق مفروض يكونوا ماشيين فيه، أو زي ما القديس بولس بيقول اجروا كمان اركضوا. مش كل الناس فاهمة كمان هي المفروض توصل لفين. يعني المفروض أي واحد داخل الكنيسة المفروض يبقى عارف هو داخل الكنيسة ليه. أنا ياما سألت بعد الاختطاف ناس كتير ورهبان قلت لهم هو احنا بنروح القداس ليه؟ قالوا لي يعني ليه؟ عشان نصلي وعشان نتناول. قلت لهم أيوة، يعني كنا فين وبقينا فين؟ قالوا لي يعني ايه كنا فين وبقينا فين؟ بنروح الكنيسه نصلي. قلت لهم ايوه، مش في المسيح قال في طريق؟ فسيد المسيح قال لي في رؤيه من الرؤى حتى الناس مش دريانه ان في طريق، هي واقفه مكانها زي بالظبط بني اسرائيل. علشان نفهم الطريق والخطوات، اللي كانوا في ارض مصر كانوا خروف الفصح. خروف الفصح بيرمز لايه والفرق؟ العبور. والفرق بينه وبين المن ايه؟ المن ينزل لون من فوق. بالظبط، خروف الفصح بيرمز للمسيح والمن بيرمز للمسيح، بس ايه الفرق؟ طبعا حاجات كتير في الكتاب المقدس المسيح قال لي في ناس عاشت وماتت ما سألتش عن المعنى، بس انا قررت كلامي في انجيل يوحنا اصحاح 6 بيقول ليس كما اكل اباؤكم المن في البريه انا هو المن وماتوا، انا المن النازل من السماء. هو السؤال ليه المسيح ما قالش انا خروف الفصح؟ مع ان خروف الفصح بيرمز للمسيح، لكن والمن برضه بيرمز للمسيح، لكن ليه المسيح بيقول انا المن النازل من السماء ما قالش انا خروف الفصح مع ان خروف الفصح بيرمز للمسيح؟ كل اللي درسوا لاهوتيين طبعا معروف خروف الفصح هو رمز المسيح، لكن ليه المسيح مش عايزنا ناكل الخروف عايزنا ناكل المن؟ الخروف هو بيرمز لبدايه الطريق. الخروف بيرمز واحد بيجي الكنيسه بيعترف زي جدي وامين في اعترافه عشان تتغفر خطيته وبس. بس ازاي؟ يعني قاعد في ارض مصر وبيعترف ويتناول ويرجع يعترف ويتناول 60 سنة ومات. طب هو مش عارف المفروض يروح كنعان؟ لا مش عارف. وقال لي المسيح ان ملايين من الناس وبلايين من الناس زي جدك بيروحوا ويعترفوا ويعترفوا بامانه، بس قاعد في ارض مصر. يعني ايه قاعد في ارض مصر؟ حياته ما اتغيرتش،
تلفزيون، ناس، سجاير، أكل، شرب، كورة، فسح، وبيروح الكنيسة بيتناول كويس. وبعدين بس صحيح لو مات مش هيروح الجحيم، أيوة، بس فين الهدف؟ المراحل يكبر ينمو كنعان وبعديها، يعني فين أرض الراحة؟ فين الهدف؟ فين البرية؟ فين المن في حياته؟ مفيش. المن مش هيطير وينزل مصر، ما ينفعش. المن ده اللي يطلع من البرية، يعني الشبع الحقيقي أي إنسان شبعان روحيا زي دانيال، زي يوحنا المعمدان، الفرق بينه وبين الناس التانية، الناس التانية قاعدة في مصر ما تغيرتش، زي طفل اتولد وجاله وقوف النمو بتاعه فظل رضيع، يعد 10-20 سنة رضيع، هو بياكل وعايش بس معاق، مش مشلول، ده حاجة كده ما بين ميت وحي. ايه الفايدة رضيع مولود ما مش بينمو؟ المسيح قال لي بلايين من البشر كده مولودة اتعمدت صح، وانا اتولدت فيها، لان المعمودية هي ولادة من الماء والروح، ولادة، بس الولادة دي مش واخدين بالهم انها بداية الشيء مش نهايته. البداية، في ناس اعتقد ان البداية هي النهاية، يعني في اصدقاء ليا في مصر قالوا لي خلاص احنا اتعمدنا، قلت لهم اه يعني اتولد فيكم المسيح، مش دريانين، هم قالوا لي اتعمد، قلت لهم دي بداية، وكمان البداية ليها شروط، انك تبتدي تجاهد علشان كمان المسيح اللي اتولد فيك ده يكبر، ممكن يكبر بهدوء او بتدريج ضعيف، المهم، لانه لو سكت كده الطفل ده، الطفل لو ما كلش هيجي يوم يموت، وياما ناس اتعمدوا المسيح قال لي ماتوا روحيا ومنخدعين ان هم اتعمدوا، يعني منخدعين، خدوا وزنه، خدوا رصيد كبير جدا بس دفنوه، ايوه وزنه وليها قيمه، ايوه المسيح قال لي زي بالظبط ايه، زي الاعمى اللي حطت له طين على عينه، الطين ده بيدي انا ليه قيمه كبيره جدا، انا ده بيد الخالق، السيد المسيح عمل طين، طبعا ده شيء مش هباء، ده عمل طين، لكن ايه فايده الطين من يد الخالق والاعمى ما يمشيش وتعبش يوصل للبركه يتغسل؟ ملهوش لازمه. ما يجيش حد يقول يقول انا اتحط لي طين من يد الاله، ايوه وبعدين؟ بس نقول له لا مش بس، انت لو ما تعبتش وسالت فين البركه ومشيت هتظل اعمى. ما يجيش واحدة خلاف الطفل تقول أنا جبت طفل اتولد في الدنيا، وبعدين تقول بس أنت لو ما أكلتوش هيموت. ما فيش حاجة اسمها بس، في حاجة اتولدت بس فيه شروط للنمو. فده اللي خلى السيد المسيح بيقول لي ناس كتيرة اتعمدت في الكنيسة، بس كم واحد زي إيليا النبي وزي حنا العدان وزي دنيان، الأمثلة زي بولس الرسول اللي يدخل مدينة يخليها كلها مسيحيين. مش مطلوب مني أن أنا أبشر زي بولس الرسول، صح، ومش مطلوب من كل واحد يبقى في صحرا زي حنا العدان، صح، بس مطلوب من كل واحد يبقى قديس. مش مطلوب كل واحد يبقى قديس بالمقياس البشر، يطلع من إيده نور أو يعمل معجزات، لا، يبقى طبيعته فيها قداسة. دنيان ما عملش معجزة واحدة، ما عملش معجزات، يعني دنيال ما كانش بيشفي المرض، يوحنا المعمدان أعظم مولود نساء، ما عملش معجزة، ما أخرجش روح شيطانية من إنسان، ما تكتبش في الكتاب المقدس أن يوحنا العذراء ما عملتش معجزة على الأرض، لما كانت على الأرض طبعا عملت ملايين المعجزات بعدين، لا، وهي عايشة على الأرض ما ذكرش في الكتاب أن عملت معجزة، يمكن اتشفعت وفي قنا الجليل ماشي، لكن كمواهب زي بولس الرسول لا، ما كانش على الأرض ذكر إن كان عندها رأي بتروح البلاد وتشفي المرضى، لا، ويوحنا العمدان أعظم مريد النساء ما ذكرش إنه عمل معجزة واحدة، لكن كان في ملء القداسة، لأن معيار القداسة هو سكن روح الله فينا، والدليل الثمر إن مجرد بيتكلم يوحنا العمدان مع أي إنسان بيتغير وبيتفتح ذهنه، بيولد الناس من جديد، بيقدر يغير نفوس كتيرة. دانيال برضو ما كانش بيعمل معجزات، بس خلى الملك المرعب ده يقول في الإصحاح الرابع حقا إن إلهكم هو إله الآلهة. الله أنت شعرفك، عرفت منين؟ ورب الأرباب وملك كل الملوك، منين أنت عرفت منين؟
ومن يتكلم على إله دانيال وشدرخ وميشخ وعبد ناغو أقطعه إربا إربا. يا سلام إيه اللي حصل يا حد عنده عارف القصة؟ ومن يتكلم عن إله شدرخ وميشخ اللي هما ثلاث فتية أجعل بيوته مزبلة. إيه ده كل ده؟ هما عملوا لك إيه؟ سحروه؟ لا، حس إن هما مش من العالم. لما دخلوا النار وطلعوا من النار قال ده لا يمكن يكونوا دول بشر عاديين، أكيد إلهكم هو إله الآلهة، مش ممكن. ما حصلش الكلام ده، إن الأتون حمية سبعة أضعاف وشدة النار قتلت الناس اللي بيرموا التلات فتية شدرخ وميشخ وعبد ناغو اللي هم حنانيا وعزاريا وميصائيل. فشاف بعينه، وده رمز رائع طبعا، شاف واحد رابع معاهم. قال أنا شايف، إحنا رمينا تلاتة بس أنا شايف رابع يشبه كده زي الآلهة، من أبناء الآلهة أو ابن الإنسان. شايف واحد معاهم إله مش إنسان، إله مش طبيعي، شايف واحد معاهم رابع. فالملك لما شاف المسيح في وسط النار، ده رمز أن أي إنسان مليان بالله يروح أي مكان الناس تشوف المسيح مش تشوفه هو فيه. فده المقياس اللي كان المفروض كل المسيحيين يعرفوه، إن لو هي أي نفس مليانة بالله وماشية الطريق، وفعلا ماشية الطريق بس طلع من أرض مصر وساب خروف الفصح، خروف الفصح دي البداية، أيوة أعترف وأتناول وأتعمد وأعترف بخطيتي، أيوة دي بداية زي ما القديس بولس بيقول في روميا، آسف في عبرانين 6، لنتقدم للكمال تاركين البداية من أعمال المسيح والتوبة من الأعمال الميتة والمعموديات، أيوة دي بداية الطريق خطوات. بس مش كل الناس مستيقظة على الموضوع ده. يوسف النجار بيرمز للنفس اللي سيد المسيح مرة قال لي في إنجيل متى إصحاح الأولاني، لما ظهر له الملاك كان نايم، قالوا كذا مرة كل ما يجيله كان نايم، في الآخر يقول فاستيقظ يوسف من الحلم. يعني استيقظ، يعني ده بيرمز لواحد كان نايم بسيط وطيب القلب وقديس، بس لسه يعني الأرض بتاعته رائعة، بس في البداية مش فاهم، كل شوية الملاك يقول له اصحى خد العذراء دي، وانت لازم تعرف ان اللي فيها ده حبل من الروح القدس، اصحى. في الآخر الكتاب يقول فحينئذ استيقظ يوسف من نوم كما أمر الملاك. طبعا قصة تاريخية معروفة، بس رمز الإيه؟ رمز الواحد ابتدى يستيقظ. يستيقظ، الموضوع كبير قوي، الموضوع خطير، إن هيتولد الكلمة ولازم نهرب، ومطاردة بقى هيرودس مشي وراها، ومن إسرائيل لغاية مصر وقعدوا تقريبا، المخطوطات بتقول 20 شهر، اللي بيقول 19 شهر، المهم يعني فترة طويلة جدا، قريب من سنتين مطاردة. يعني الموضوع محتاج يقظة، واحد يصحى ويطلع يجري علشان الشيطان ما يقبضش عليه ويقتل الطفل اللي هو المسيح. لما يبتدي يتولد في الإنسان لازم يعرف انه هيبقى في حرب، الشيطان هيتجنن، زي ما السيد المسيح عبر مع التلاميذ. حتى عارف عبر مع التلاميذ كم مرة؟ بالضبط 3 مرات، صح. أول مرة هاجت الأمواج والزوابع وراحوا، أول مرة حد عارف أول مرة عبروا راحوا فين؟ مظبوط كرة الجرجسيين، صح كده، وشافوا المجنونين. تاني مرة عبروا المسيح برضو هاجت الأمواج والزوابع والسفينة كانت هتنكسر. حد فاكر تاني مدينة راحوا فيها فين؟ مظبوط الجدريين، صح كده. أول مرة راحوا كرة الجرجسيين وشافوا المجنونين. مين هم المجنونين؟ بالضبط كده، اللي هو العبودية، صح كده، العبودية اللي جوه كل إنسان. طيب إيه معنى الكلام ده؟ ربنا بيقول لنا قبل ما أنت تعبر تبتدي تمشي معايا تعدي، أنت ما كنتش شايف إن في جواك مجنونين. قبل ما تعدي، قبل ما الإنسان يبتدي يمشي بالروح، مش شايف حاجات كتير جواه. قبل ما الإنسان ياخدها بجدية، مش يروح الكنيسة ويرجع من الكنيسة ياخدها بجدية، لا، قبل ما الإنسان يدخل في العمق بجد ويبقى في الروح، وزي البذرة اتدفنت يموت عن العالم وشهوات العالم وشهوات الجسد، وياخدها بجد زي كل القديسين. قبل ما يبتدي يمشي
مش شايف ان جواه مجنونين، لكن لما يبتدي يمشي مع الله، يمشي الطريق بجديه وبعمق، هيكتشف ان جواه مجنونين بيجرحوا نفسهم. ايه ده؟ مجنونان. تو كريزي مان. مجنونان. اللي بيمثل مجنونين. مجنونة مجنونين. تو كريزي. وبيقول الكتاب كانوا هائجان جدا، يكسروا حتى الحديد، ومرات يزتوا حالهم بالنار او نعم. طبعا كل القديسين لما ابتدوا يصوموا ويصلوا يدخلوا الطريق ابتدوا يصرخوا لما اكتشفوا جواهم المجانين. المجانين. القديس بولس اللي يفتح روميا 7 صرخ من المجنون اللي جواه، والويحي انا الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ اي انسان قبل ما تتفتح بصيرته مش دريان ان ذاته مجنونه، عايز يعمل اللي هو عايزه، وصعب ان تقيد، صعب ان ينكر ذاته، صعب، صعب ان يجي واحد يلطشه بالالم، مستحيل يمسك نفسه ويبقى هادي، مش ممكن. ليه؟ في مجنون هايج. مستحيل حد طبيعي قبل ما يبتدي يسلك بالروح وتتغير طبيعته، زي ما الكتاب زي ما القديس بولس بيقول، في انسان عتيق فاخلعوا الانسان العتيق الفاسد حسب التصرف، والبسوا الجديد المخلوق حسب الله في البر والقداسه. يعني في انسان عتيق، قبل ما الانسان يبتدي يمشي حياه صوم وصلاه وقداسه جواه مجنون. المجنون ده اول مجنون فيه هنا ان كرامتي ذاتي لا يمكن يقبل، مش ان المسيح لما قال في موعظة على الجبل من لطمة، لا ده لا يمكن يقبل كلمة، لا مش كلمة ولا تلميح، حد كده يحس ان حد بيتريق عليه من بعيد، او حد بيضحك عليه، مجموعة يضحكوا عليه، مستحملش، ممكن يروح يضربه. طب ليه؟ في ايه اللي اتريقوا عليه؟ غيروا في ايه؟ ما الدنيا ماشية زي ما هي وكله باطل. ما لان الذات من العالم الباطل مستحملش الباطل اللي زيه، ما هو باطل في باطل، والعالم كله مجنون، وهو برضو من العالم المجنون، فالمجنون اللي جواه ما استحملش اللي هو الذات. المجنون التاني الجسد، اللي عايز وعايز وعايز وعمره ما بيشبع، مجنون عايز. لو عرف ان في مكان فيه مليون جنيه هيروح يفتش عليه، ولو عرف ان في مكان تاني هيروح يفتش عليه، زي سليمان كل يوم كان بيتجوز واحدة ومش شبعان، مجنون. فاللي قرأ الكتاب المقدس العهد القديم وكان خد باله كان مدقق، هيلاقي كل ما يحصل حادثة صعبة هيلاقي فيها شيئين صعبين قوي. يعني شمشون علشان يقدر على كل الأعداء، بيقول الكتاب طلب من الغلام اللي في القصر أن يستند على العمودين، وأول ما هد العمودين ماتت كل الأعداء. إسحاق علشان ياخد البكورية من أبوه، أمه قالت له تعالى هجيب جديين هتبحهم، ولما نتبحهم ناخد الجلد بتاعهم وتحطه على الملاسة بتاعتك علشان أخوك مشعر، عشان أبوك ما ياخدش باله إنك أنت يعقوب. قال لها أدخل كده؟ قالت له ما ينفعش، لازم تتبح الجديين. وكان لازم شمشون يوقع العمودين. أشياء كتير اللي درسوا الكتاب المقدس يعرفوا إن في مجنونين جوانا، الجسد والذات. لما عبر السيد المسيح مع التلاميذ تاني مرة كولة الجدريين، بيقول الكتاب في إنجيل لوقا لقيوا مجنون واحد. ده معنى إيه؟ لما يبتدي الإنسان يمشي مع ربنا أول مجنون بيشفى. أجمل حاجة في إنجيل متى بيقول خرج أهل الكرة وجد المجنونان عاقلان. أول حاجة ربنا بيعملها في الإنسان اللي يبتدي يمشي الطريق يعقل. وفي إنجيل لوقا برضو وجدوا إن المجنون عاقل لابسا وعاقلا، لأنه كان عريان وكان بيقطع كل شيء ويمسك الحجارة. الكتاب بيقول ويجرح نفسه بالحجارة. الحجارة هي حجارة العصرة، المال حجارة عصرة، الأكل، حب الكرامة، شهوات الجسد، دي حجارة عصرة الإنسان بيجرح نفسه بيها وهو مش دريان، وممكن لو استمر يجرح نفسه هيموت. زي قديش الممثلين والنجوم العالم وكذا قديش بيجرحوا حالهم
بمحبة الشهرة والملذات حطام العالم كتير كتير. ومن أكتر الآيات اللي بتلقط ضوء على الحكاية دي القديس بولس بيقول إن محبة المال أصل العدو. كل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم يعني سعى لي ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم، يعني زي واحد مسك سكينة وبيموت نفسه. محبة المال مش شر ومش شرور، أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم، ابتغى يعني يسعى لي ويهواه ويريده. إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان، فين الكلام ده؟ وطعنوا أنفسهم، يعني فعلاً في حاجات ناس مش دريانة وهي بتعملها، في ناس كتير مش دريانة بتعمل إيه، زي ما أبونا قال ممثلين أو مهتمين بشهرة العالم بيقتلوا نفسهم بنفسهم كل يوم. طبعاً احنا مش بندين حد، نقول إن الكتاب بيعلمنا إن محبة المال، احنا مش بنذكر حد معين، قاعدة المبدأ إن في أشياء في العالم الناس بقت عبيد ليها ومش دارينا هي بتقتل نفسها بنفسها. الكتاب المقدس زي ما قال داود، وجدت كلامك كالشهد فأكلته، أو اكشف عن عيني لأرى عجائب. كل الناس عندها الكتاب المقدس، بس ليه مش مفهوم؟ في عبارة قالها المسيح على التلاميذ، فتح أذهانهم ليفهموا الكتب. ما حدش هيقدر يفهم الكتاب المقدس لوحده، مش هيقدر، وما حدش يقدر يعبر لوحده، وما حدش يقدر يسيب فرعون ويهرب من أرض العبودية لوحده. صح، ما فيش حد يقدر يعبر البحر ويفتحه نصين. أيوة، ما حدش يقدر يوقع أسوار أريحة. صح، بس النقص والشيء اللي احنا محتاجينه، زي بني إسرائيل كانوا بيصرخوا لله، لكن العتاب واللي ما فيش عذر ليه في اليوم الأخير، اللي ربنا هيقول لنا طب ليه انتوا ما صرختوش ليا؟ ليه ما طلبتوش ان انا اطلعكم من ارض فرعون؟ هنقول له ايه؟ ليه ما صرختوش ليا ان اجي احرركم من المجنونين اللي جواكم؟ ليه ما طلبتوش مني ان افتح لكم البحر؟ ليه؟ انا قلت صحيح لا يستطيع احد ان يقبل الي الا ما يكتسبه الاب، ليه ما طلبتوش ان انا اكذبكم؟ سمعتوا سير القديسين كتير، ليه ما طلبتوش مني؟ حاولوا وتجربوا انكم اني انا امشيكم في طريق القداسه، الطريق اللي هو الانجيل، اللي هو الحياه، المسيح نفسه على الارض. ليه ما طلبتوش هيقول لنا اني حتى افتح اذهانكم؟ ليه ما اهتمتوش بالموضوع ده؟ ليه ما انشغلتوش؟ ياما ناس كنت بعرفها واقول لهم يعني ليه مش بتيجوا الكنيسة؟ طب بلاش تيجوا الكنيسة، طب ليه مش بتخصصوا وقت للصلاة؟ بيقولوا لي ما عندناش وقت. فمرة كنت من كام يوم بكلم واحدة طبيبة في أوروبا، هي أصلا مصرية بس عايشة في أوروبا ودكتورة ناجحة قوي، بتقول لي ما عنديش وقت خالص أصلي. قعدت أتكلم معها، لقينا قعدت ألم لها في الآخر طول اليوم 3 ساعات، بس هي بتبعترهم مش دريانة. قلت لها طيب لما انت حضرتك بتروحي المستشفى في السيارة مش بيبقى وقت قد ايه؟ قالت لي 3/4 ساعة تقريبا. قلت لها كويس، 3/4 ساعة روحة و 3/4 ساعة جاي. قالت لي اه. قلت لها لما تيجي بتتغدي او بتتعشي؟ قالت لي 1/4 ساعة 10 دقايق. قلت لها كويس، قد 3/4 ساعة وربع ساعة. ولما تيجي حضرتك بتدخلي بتعملي شعرك والحمام، ولما تيجي لما تيجي بتكلمي الأولاد بالليل، ولما تيجي المهم جمعنا 3 ساعات. بقول لها وانت في السيارة بتقدريش تولع إنجيل، تولع شريط عن أو الإنجيل المسموع أو ترانيم، أو تقدري تسمع أي وعظة؟ قالت لي ممكن. قلت لها طيب وانت بتاكلي حرام انك تولع اي برضو انجيل مسموع؟ قالت لي لا مش حرام. قلت لها طيب يعني انت عندك اوقات كتيرة بس النية مش موجودة. لو انت حضرتك صادقة وعارفة ان في ابدية، وعارفة كويس جدا ان الموضوع يستحق الجدية، مش ممكن تسيبي نفسك وتقولي ما عنديش وقت. لا عندك وقت. وناس كتير برضو كلمتهم، زي ما جبت سيرة قلت امبارح عن رجل اعمال ملياردير، برضو جمعت له أكتر برضو من 9.5 أو 3 ساعات.
لأنه هو بيقول لي مثلا ببساطة لازم أخد مش عارف حمام الصبح ربع ساعة تلت ساعة وسونة وباونة ومعرفش، بيقول لي حاجات غريبة أنا مش فاهم. يرفي حاله شوي. قلت له طب وانت ساونة وماونة وانت بتاخد الحمام أو وانت بتفطر الفطور، هل يعني في قانون عندكم في البلد يمنع أنك تسمع الإنجيل؟ قال لي لا طبعا مفيش قانون. هل وانت في السيارة في قانون؟ قلت له طيب يعني الفيصل اللي انت حضرتك يا صادق يا غير صادق، مفيش حاجة اسمها مفيش وقت. فالموضوع مفيش عذر ليه عند في يوم الأخير أنت بالعذر، أنت بالعذر حتى الفهم الكتاب، مفيش إنسان يقول لربنا في اليوم الأخير أصل ما فهمتش، هيقول الفهم ده مسؤوليتي أنا وجذبك ليا ده دوري أنا، أنت ليه ما طلبتش؟ فالكتاب بيقول سيستد كل فم في ذلك اليوم ويصير جميع الناس تحت قصاص من الله. مفيش عذر، مفيش عذر الواحد ما مشيش الطريق أو ما فهمش حتى الطريق، مفيش عذر إن واحد ما فهمش الطبيعة تغيير الطبيعة أو إزاي يبقى في القداسة، مفيش عذر. أي إنسان ملهوش عذر، لأنه ببساطة ربنا هيقول لنا أنتم كان عندكم كتاب مقدس، أنتم جيتوا بعد ما أنا تجسدت وحكيت لكم قصتي. في ناس في العهد القديم ما كانش معاهم كتاب مقدس ولا كنيسة ولا كان في قديسين سبقوهم، ده كان صعب جدا ان يمشوا في الظلام الدامس، ظلام. نوح كان ظلام، ايام اخنوخ كان ظلام تام، ما كانش في اي شيء في بريق من النور. احنا عندنا انوار، انوار قديسين سبقونا عبر التاريخ في بلاد كتيره. المسيح نفسه جه كتب لنا الكتاب المقدس، واي انسان يطلب وفي شفاعه. ده احنا ده زمان ما كانش فيه حاجه في اي حاجه، يعني اخنوخ ما كانش فيه حتى قديس في السماء يتشفع فيه يساعده. ده لو واحد ركز في حياه اخنوخ هيلاقي فعلا ظلام دامس، ظلام ظلام، ما فيش حد في السماء حتى يطلب من اجله، ما فيش حتى واحد كان في الدنيا بيعبد ربنا حتى كان ينزل ليه يعتبر كانجيل، ما فيش حاجه في اي حاجه. ومع كده الكتاب يقول صار اخنوخ مع الله. اللي خلاه يمشي الطريق رغبته ونيته الصادقة، صرخ لله فمشي بيه زي بني إسرائيل طلعهم من أرض فرعون ومشي بيهم البرية. فالمسيح قال لي إن الكتاب المقدس العهد الجديد من البشارة لغاية القيامة ده الطريق اللي أي إنسان مفروض يمشيه، اللي أنا جيت تعلمته لكم البشارة وصلت لكم إن هي بتقول كونوا قدسين، لازم كأولاد الله النظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين. البشارة بتقول كونوا كاملين، فيبقى يا إما أقبل زي العذراء وأقول هوذا أنا أمة الرب بس كيف يكون هذا، أو أقول لا مستحيل زي زكريا اللي قال ما ينفعش وكيف أعلم هذا. العذراء قال كيف يكون هذا، زكريا قال كيف أعلم هذا. كيف أعلم يعني لا يمكن أن عقلي يقبل ويقتنع بالكلام ده. فالملاك قال له ما إيه فايدة أنك رئيس كهنة، هو بس كلام واق 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 في الكنيسة بتوق واق زي ضربة الضفادع. ضربة الضفادع ربنا بيقول لنا احذروا ما يكون صلاتكم واق واق واق، ضربة الضفادع إن أنتنت الأرض. الضربات هي تحذيرات الله لكل الناس في كل زمان وكل مكان من شيء معين. طبعا الضربات دي محتاجة يعني كذا يوم عشان نتكلم فيها، لكن أنا بس بجيب نبذة بسيطة. ضربة إن الله بيحذرنا ما تكونش صلاتنا كلام من الفم، والدليل ما فيش تغيير. فزكريا بيرمز للناس اللي وصلت لها البشارة، والملاك قال له هتجيب ابن ما فيش حد زيه. قال له كيف أعلم هذا، مش كيف يكون هذا. العذراء لما قالت كيف يكون هذا يعني هي قبلت من جواها ونيتها موافقة، بس بتستفهم بتسأل. الفرق في السؤال بين العذراء وزكريا إن العذراء قالت له طيب قل لي إزاي، مش كيف أعلم هذا، لا كيف يكون هذا، كيف يصير هذا. يعني أنا موافقة بس كلامك يعني صعب، يعني اللي أنت بتقوله أنا مش قبلاه بس أنا موافقة عليه، بس تفهمني فهم علمني. لكن زكريا قال له لا كلامك لا يقبل أبدا، كيف أعلم هذا، يعني أنا لا أريد أن أقبل هذا الكلام. فقال له خلاص طالما لا تريد أنت مش هتتكلم النهاردة. ليه؟ قال له إيه فائدة الكلام اللي أنت بتتكلمه، هو بس كلام في الهيكل اللي أنت بتروحه واق 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 وخلاص،
لا مش عايزين واق واق واق. لو انت كنت بتصلي بجد كنت امنت. لو كانت حياتك هو صحيح الكتاب بيقول كانوا برين امام الله، بس جم عند الحته دي النقطه دي ما قبلهاش ان هيولد ازاي، مع ان برضو كان منطقيا غير العذراء ده مش يعني هي الفريده في البشريه، لا قبلها ولا قبلها ولا بعدها. لكن زكريا صحيح صعب جدا بس مش مستحيل. سارة بالظبط، صموئيل بالظبط، حنة بالظبط، في عائلة منوح ام شمشون في اسس كثيره ولو كانوا كبار بالسن ولكن جابوا انجبوا بالايمان بالايمان. فالموضوع مش مستحيل عقليا بس كانت عايزه ايمان، برضو ما كانش عنده الايمان عشان كده عذبه الملاك او ربنا هو اللي عذبه. فممكن كل انسان قدامه يعمل زي العذراء او زكريا، بس الفيصل هو عايز ايه؟ هل هو يريد؟ بني اسرائيل قالوا لموسى ازاي انت بتقول ايه انت؟ فرعون تعتقد الموضوع بسيط كده هم؟ احنا مش ممكن نصدقك. فرعون هيقبل نطلع؟ قال لهم ده ربنا اللي بعتني. صدقوا الله هو اللي عايز يحررنا. النقطة اللي الناس كتير مش داريانة بيها، الله هو اللي عايزنا نبقى قديسين مش احنا وبس، ده هو اللي يريد ان نبقى قديسين. الشعب في ايام فرعون كان قابل العبودية ونايم وخلاص واستسلم. الشعب في ايام فرعون وايام موسى استسلم، ما كانش عنده الجدية ان يروح كنعان، يعني ما كانش فيه النية من جواه، خلاص نام. فبعت لربنا وده موسى، بعت لهم موسى إثبات إن ده مشيئة الله زي ما الكتاب بيقول هذه هي إرادة الله قداستكم قداستكم، دي هي إرادته. فربنا بيقول ده أنا اللي عايزكم تبقوا قدسين وأنا اللي هساعدكم، أنا اللي بزرع قوية هطلقكم، أنا اللي هوصلكم، بس تجاوبوا معايا. بني إسرائيل فيها كان شيء رائع جداً، يعني رجاء وإيمان وتعليم رائع في القصة كلها، إن مع أنهم من البداية للنهاية كانوا رافضين، لكن الله ظل يسحب ويجذب فيهم، وهم ظلوا 40 سنة يرفضوا واستمر ربنا يجذب فيهم. كان ممكن من البداية ربنا يقول لهم خلاص فألف سلامة بلاش، إيه ده يعني أنا بمحبتي بعت لكم موسى وعمل لكم ضربات وبفتح لكم البحر، خلاص بحرية الإرادة الكاملة أنتوا اخترتوا. ربنا مش بيعمل كده، ده ظلوا يرفضوا ويرفضوا. وكام مرة اللي يقرأ القصة يعرف كام مرة كانوا هيردموا موسى. وأصعب مرة المسيح الله حزن جدا وقال لي كان أصعب وأقصى حاجة على قلبي لما قالوا له كرهت أنفسنا طعامك السخيف. من كل يوم ايه ده؟ مفيش لحمه؟ عايزين لحمه، ليتنا كنا جنب قدور اللحم. قال لهم انا مش هديكم لحمه، ده انا هطلعكم ارض تفيض لبن وعسل. قالوا لي يا عم مش عايزين لبن وعسل بتاعك، عايزين لحمه، عايزين سمك وكرات وبطيخ وكساء بصل. ومش اكل عادي، توم وبصل تقليه بقى واكل حريف وحايق وحلو كده. قال لهم أنا بحررتكم، قال لهم مش عايزين الحرية بتاعتك. فربنا بيقول لنا حاجات كتيرة جداً في القصة دي، بيأكد لنا ربنا في الطريق قد إيه هو بيكذبنا بكل محبة وإحنا مش عايزين ومستمر. وقال للمسيح إن أي إنسان ما وصلش للقداسة هو ما كانش عايز يوصل للقداسة، بل أنا ظليت ألح وأقرع على بابه وهو استمر يرفض. قصة بني إسرائيل أكبر برهان لكده، لأن الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، الله ما بتتغيرش طبيعته، يظل يريد ويسعى إرادة الله قدستنا، وإحنا اللي عشان العالم أو قدور اللحم أو أمور هايفة جدا، أقل شيء الأكل، يعني أقل حاجة الواحد يصوم علشان روحياته ترتفع، في ناس كتير رفض حتى أبسط حاجة يعملوها من أجل الله، رفض يقدم أي شيء تقدمه تقدم. في ناس رفض حتى تخصص ساعة في اليوم تصلي، في ناس رفض تخصص وقت تقرأ الإنجيل، في ناس رفض حاجات كتير، أبسط حاجة رفضين يقدموها. ده المسيح قال لأن هم مش مقدريني ولسه مش عارفين قيمة الوجود معهم في الأبدية معايا للأبد، مش مقدرين قد إيه الأبدية ده هي الشيء الوحيد الحقيقة في الحياة دي. أنا الحق، كنت زمان لما بسمع الآية دي أنا الطريق والحق والحياة ما كنتش فاهم يعني الحق،
أنا كنت فاهم أنا الطريق، أنا المسيح جور لنا الطريق، كنت فاهم أنا هو الحياة، أنه هو هيدينا الحياة، كنتش فاهم يعني أنا الحق. حتى لما بيلاطس لما وقف قدام المسيح كلمه كتير، كان كلام المسيح بالنسبة له لغز، قال له هل أنت ملك مش تكلمني ترد علي؟ قال له أول حاجة مملكتي ليست من هذا العالم، تاني حاجة أنت بتقول إن أنا ملك، قال له أنت ملك بجد؟ طب فين المملكة بتاعتك؟ فقال له أنا مملكتي مش من العالم، بس سيبك من الكلام ده، أنا عايز أدي لك نصيحة مهمة جدا حلوة، عايز تقبلها تقبلها، ما تقبلهاش براحتك. طبعا بيلاطس اتأثر بالكلمتين دول، قال له أنا أتيت للعالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. تقريبا 6-7 كلمات بس المسيح قالهم لبيلاطس، قال له أنا مش من العالم، بس أنا أتيت للعالم مش أشهد للقداسة ولا أشهد للبر ولا البراءة ولا الطهارة، لا، أتيت للعالم لأشهد للحق، فكل من هو من الحق سيسمع صوتي. فبيلاطس بيقول له الحق، ما هو الحق؟ ما ربنا ما ردش عليه، المسيح ما ردش عليه، يعني الكلام ده العالم اللي احنا فيه باطل وهينتهي، هينتهي، أردنا أم لم نريد هنسيبه، بكرة بعده بعد 100 سنة برضه هنسيبه. العالم باطل، اللي حبه معناها أنه حب الباطل، والحقيقة اللي هي هتدوم هو الوجود في المسيح والأبدية. الحقيقة هو المسيح اللي هو الكرمة الحقيقية، أنا الكرمة الحقيقية، ما اكتفاش ربنا يقول أنا الكرمة، لا، أنا الكرمة الحقيقية، يعني العالم مش هو الكرمة الحقيقية، مش هو مصدر الشبع، أنا الكرمة الحقيقية. فأنا باجي أو جيت أشهد لكم عن الحق، اللي عايز الحقيقة اللي هي الشيء اللي سيدوم هيسمع صوتي، واللي عايز الباطل مش هيسمع صوتي بس هيسمع للعالم الباطل. فكل واحد يختار هو عايز الحق ولا الباطل. حتى بيقول الكتاب بيلاطس من هذا الوقت كان يريد أن يطلق يسوع، حس أنه مش من العالم، كلامه أثر فيه جدا، وثلاث مرات يقول إني بريء من دم هذا البار لما أجد فيه عينة واحدة، حس أنه ده مش من الدنيا، لأنه بس قال له أنا جاي أشهد للحق، واللي عايز الحق هيسمع صوتي وهيعرفني، زي ما قال إن خرافي بتسمع صوتي. كلمة تسمع معناها بالترجمات تميز صوتي، يعني بتقدر تميزه، يعني مش أي حد بينجذب لكلام الله إلا اللي عايز من جواه، واللي عايز ربنا بيحط فيه استقبال، زي الموبايل، أي قطعة خشب أو أي ترابيزة موجودة في المجال بتاع الموجة، مش معنى الموبايل بس اللي بيلقط الموجة، لأنه فيه استقبال. ليه الكوباية دي مش ما نقدرش نمسك بيها نتكلم بالتليفون؟ لأن ما فيهاش استقبال، ما فيهوش الجهاز الاستقبال. ليه قطعة الكرسي أو الخشب؟ لأن الموبايل بس في الاستقبال، فأولاد الله فيهم جواهم استقبال بيقدروا يميزوا صوته. لما المسيح حاولوا كم مرة يرجموه، جه في يوحنا 8، إنجيل يوحنا صح 8، قال لهم أنتوا عايزين ترجموني ليه؟ فهموني. قال له أصل فيك شيطان، وكذا مرة يقولوا للسيد المسيح فيك شيطان، كذا مرة حاولوا يرجموه، قال لهم لا، أنا ليس في شيطان، أنا هقول لكم عايزين ترجموني ليه، أنا هقول لكم الحقيقة، بعد كده ترجموني ما ترجمونيش ده موضوع تاني، بس لازم أفهمكم الحقيقة. قال لهم أنتم تريدون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. الإنسان اللي عايز الحقيقة، الله بيعمل معجزة، بيحط جواه موضع استقبال. أنتم تريدون أن تقتلوني كلامي لا موضع له فيكم. اللي عايز ربنا بيحس جواه انجذاب وشوق وتمييز وإحساس باشتياقه للكلمة وتقديرها، ويحس إنها فعلا عذبة ومشبعة وعاملة حاجة، في حاجة حصلت، مش قبل ما يسمع كان حاجة وبعد ما سمع في تغيير، لأن ليها موضع. خراف الله أو أولاده اللي عندهم إرادة، ربنا بيميزهم بمعجزة، بيحط جواهم استقبال، فكلامه له موضع فيهم، فتستقبل زي الموبايل، وبعد كده برضو يبقى ان هو يتجاوب قد ايه ويبتدي يمشي بجدية قد ايه، ده حاجة تانية، دي خطوة تانية، بس الخطوة الاولى ان هو بيسمع ويقدر
ويحس فعلا هو دي الحقيقة، ويحس ان في نور دخل فيه، والنور ده يبتدي يتتبعه زي المجوس اللي ابتدى بيهم العهد الجديد. ده العهد الجديد ابتدى بناس عايزة تمشي الطريق بصدق، إرادتهم في البلد اللي هم فيها، الإرادة بتاعتهم خلى ربنا يبعت لهم نجم. وده أكبر دليل، سواء أخنوخ كان في الزمن في العهد القديم أو ناس في حتة بعيدة جدا، إرادتهم بس الصدقة ربنا هيجيب نجم ويمشي بيهم لغاية لما يوصلهم للمسيح. أي إنسان صادق مهما كان في الهند ولو كان في الصين ولا كان حتى في العهد القديم، إرادته الصدقة وصراخه من جواه عايز بجد، الله يبعت له نجم ومش ممكن يسيبه لغاية لما يوصله لغاية المسيح. حيث كان يسوع فوجد الصبي مع أمه، بس طبعا في شرط، لازم يقدموا الهدايا بتاعتهم، بس البداية إرادتهم، بعد كده التقدمة بتاعتنا، لازم في حاجة نقدمها، دي الخطوة التانية، لازم في شيء يتعمل، نرمي الذهب بتاعنا عند رجلين المسيح ونقول له أدي الغنى بتاعنا، أنت الغنى بتاعنا، مش ده مش الغنى بتاعنا، أهو تحت رجله. لأنه ما ينفعش إنسان يعبد سيدين، هيبقى مش صادق. واحد في عبودية تلفزيون أو شيء في العالم أو شهوة جسد، أو لو صادق عايز يبتدي في شيء، لازم زي المسيح لما ختم كلامه في إنجيل يوحنا إصحاح 12 لما قال الحق الحق أقول لكم، إلا أن تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت، لازم في حاجة تموت فينا عشان الله يحيا فينا. ما ينفعش أحيا بالعالم وبالمجد وبالأكل وبقول عايز أحيا في الله، ما ينفعش غصن في قرمة وفي شجرة وعايز ينتقل، ما ينفع يختار هو عايز يحيا مين إلهه، مين هو إلهه، يختار زي ما إيليا بيقول إن كان الله هو الله اعبدوه، أما إن كان البعل هو الرب اتبعوه، لا تعرجوا بين الفرقتين، مين إلهنا. فمسيح بيقول إن بداية حياة البذرة متها، وبداية حياة القديسين، كل القديسين اللي بنسمع عن سيارهم زي ما المسيح بيقول، هذا الجنس الطبيعة الرديئة دي، المجنونين اللي جوانا لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. كل القديسين في عبر الأزمنة مش ممكن نلاقي قديس كان عايش زي أهل العالم، لازم أول حاجة نلاقيه الصلاة ابتدى يزداد أكتر، بيقفل على نفسه أكتر، بالصوم أكتر، لازم في موت، في حاجة بتموت في حياته، بعد عن الناس شوية، أو في ما هو في الناس زي دانيال قاعد مع الناس، بس دانيال اللي يقرأ القصة بتاعته يلاقي كان جديته في حياة الصوم والصلاة، جديته. حد عنده فكرة دانيال كان بيصلي كم مرة في اليوم؟ سبعة، هو ممكن يبقى ممكن، هو الكتاب بيقول إن لما كان هو ممكن صح 24 ساعة، الكتاب بيقول لما كان بيدخل القصر، طبعا بيدخل القصر مش معقول بيشتغل 24 ساعة في المكان بتاعه في القصر، بيطلع ثلاث مرات، يطلع العلية ويصلي، بديهي طبعا لما بيصحى بيصلي، وبديهي برضو لما قبل ما ينام بيصلي، بس لما كان في المملكة كان بيطلع من القصر ويستأذن من الملك ثلاث مرات، يعني خمس مرات أساسية، ممكن بعد كده زي ما أبونا قال سبعة أو أكتر، بس اللي مذكور ثلاث مرات هو في القصر وبيصلي قبل ما ينام ولما يصحى خمس مرات. أنا مرة حسبتها بحسابات بسيطة، في اليوم كان بينام كام؟ 24 ساعة، بينام مثلا 7 ساعات أو 8 أو 6 وبيقعد، المهم يعني حسبتها له، لو بيصلي في كل مرة 10 دقايق بس يبقى كل ساعتين ونص بيصلي، ولو بيصلي ربع ساعة أو تلت ساعة إذن كل ساعتين وشوية بيصلي، كل ساعتين. حد ليه أن يتخيل رئيس وزراء كل ساعتين وربع، يعني ده بافتراض بيصلي 10 دقايق بس، كل ساعتين ونص، كل ساعتين يطلع، مش قادر، زي واحد بياكل، زي واحد بيشرب، زي واحد بيتنفس، ما يقدرش يمتنع عن النفس. المسيح قال لي كل ما تتدرج تقرب مني مش هتقدر تبعد عني، كل ما بتنمو فيا، الاول ممكن تصلي مرتين ثلاثة في اليوم، بعد كده مش هتقدر، هتبقى كل ساعة، بعد كده أنا هكون مش طعام بالنسبة لك، هوا، أكسجين هبقى أكسجين هوا، وما فيش إنسان يقدر يقعد دقيقة من غير تنفس. عشان كده بيقول أنا القرمة الحقيقية، ما فيش غصن يقدر يبتعد عن القرمة
دقيقة هيموت. وقال أنا أنتم أعضاء في جسمي لحم من لحم وعظم من عظم، مفيش عضو ينفع ينفصل عن الجسم، دقيقة هيموت. بيحيا زي ما قال القديس بولس، بينحيا ونتحرك ونوجد. بس هو السؤال اللي المفروض يتسأل الوقت، لو الإنجيل ما تعش ومحدش عايشه، أمال إمتى هيتعاش؟ لو إحنا مش عايشين الإنجيل به نحيا ونتحرك ونوجد، صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، صلوا ولا تملوا. الآيات دي لما واحد يقراها يسأل نفسه، هل عايشها ولا مش عايشها؟ طيب لو هو مش عايشها، مش مفروض يسأل نفسه إمتى هيعيشها؟ ولا مش مهم؟ ولو هو ما بيسألش نفسه، طب إمتى هيسأل نفسه؟ وإمتى هياخدها بجدية؟ وإمتى هيمشي؟ وإمتى يرفض؟ إمتى وإمتى وإمتى؟ اللي مخلي قليل قوي قديسين الأيام دي، الكلمة اللي قالها ربنا لموسى، اللي هي لأنكم استخففتم بالأمر. أغلبية الناس واخدها باستخفاف، وما فيش الجدية، وسايبة نفسها يوم بعد يوم، النهاردة زي امبارح، وبكرة زي النهاردة، وبعد سنة زي بعد 5 سنين، ومن 5 سنين زي من 10 سنين، وما فيش جديد، وما فيش وقفة مع النفس. امتى هنتغير؟ وامتى هوصل؟ وهل هوصل ولا لا؟ وايه اللي مطلوب اعمله؟ مش كتير، واخدها بجديه، سايب نفسه. وده كان اول تحذير ربنا قاله للوط في العهد القديم، لا تقف في كل الدائره. اغلبيه الناس واقفه في دائره، تلف وترجع، تلف وترجع. عندكم فكره لما ربنا طلب من يشوع يلف حوالين الاسوار أليحة، كانوا عاملين يمشي 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 ويرجعوا للنقطه اللي كانوا فيها. أي إنسان يجي من بعيد يبص عليه ويقوله، يقول إيه المجانين دول بيعملوا إيه؟ اللي يلف ويلف ويرجعوا تاني، يلف ويلف. طب وليه يلفوا؟ طبعا في موضوع أسوار أريحة في 100 درس، ومش بسهولة يتفهم كل حاجة، زي فتح البحر فيها تعاليم ورموز كتيرة قوي. بس ببساطة ربنا بيقول لنا، هو في سؤال ده، في 10 أسئلة يتسألوا في الموضوع. طب ايه اللي كان ممكن، يعني بدل ما يلفوا ويدوروا ويرجعوا للنقطة دي، فيها ايه لو كانوا هم في مكانهم ركعوا وصلوا وصاموا؟ ليه ربنا طلب الطلب الغريب ده منهم؟ حد عنده فكرة؟ يعني لو الموضوع هو صلاة وصراخ لله، طب ما يصرخوا في المكان اللي هم فيه، ليه التعب ده؟ روعة، صح؟ طب استطاع شيء مش مقنع، يعني ما أنا ممكن أطيع ربنا بس في شيء مقنع. فربنا بيقول لنا لا، أنتوا طيعوني حتى لو أنتوا مش شايفين إن في نتيجة. يعني إيه؟ يعني أي إنسان بيبتدي يدخل بعمق ويخصص وقت ويدخل في الصيام ويصوم، بيقول لنا ربنا مش ما تنتظروش تلاقوا نتيجة كده على طول، يعني ممكن تعدي سنة سنتين، طبعا مش هيحصل، هيحس الواحد بفرق، بس في البداية ممكن أول أسبوع أول أسبوعين مش شايف فرق، يبدو كأنه بيلف ويرجع للنقطة اللي هو واقف فيها. لكن هو تعب وعمل اللي قدر عليه. وربنا بيقول لنا أنا بنظر لأي تعب أنتوا بتعملوه حتى لو يبدو سخيف أو بسيط أو ملوش قيمة. فده ما يأسكمش، ما تبقوش في يأس. أكبر رمز في الحتة دي تاني يعقوب، جاهد 7 سنين عشان يتجوز رحيل لأنه أحبها جدا. بعد ما جاهد 7 سنين، حد عارف النتيجة؟ برضو ما خدش رحيل، خدروا لبان وشربوا خمر، دخلوا على أخت. والصبح الكتاب بيقول كلمة غريبة، وفي الصباح إذ هي ليئة. إيه ده؟ هو أنت ليئة؟ أنا مش عايز ليئة، أنا عايز رحيل.
نحن عنا هون بالشرق ما منجوز إلا البنت الكبيرة بالأول، اشتغل 7 سنين منجوزك البنت الثانية. طب معقول بعد التعب ده كله؟ خدر بعد التعب ده كله؟ القصة طبعاً احنا ملناش دعوة بلبان ولا رحيل، احنا في حياتنا الروحية، معقول بعد الجهاد ده كله ألاقي ليئة؟ ليئة اللي هي بترمز للجسد، رحيل بترمز للروح. رحيل معناها نعجة، رحيل هي اللي هي أنثى الخروف، نعجة. رحيل بترمز لعمر الروح الله، ويعقوب بيرمز للنفس اللي عايز يرتبط بروح الله. بس ربنا بيقول لنا ما تتعبوش وما تيأسوش لو انتوا جاهدتوا ولسه برضو ليئة. ليئة بترمز للجسد، ان لسه الجسد ما ماتش. ما تتضايقوش، ما تتضايقوش لما تلفوا وترجعوا للنقطة دي وتقولوا الله طب وايه الفايدة؟ لا ما تتضايقوش، ثقوا بالإيمان إن الأسوار هتقع في يوم من الأيام. ليه؟ لأن ربنا هو اللي عايز يوقع الأسوار. يعني السيد المسيح مرة قال لي كلمة مهمة قوي، إن القداسة دي مسؤوليتي أنا، وأنا المسؤول الأول عن قداستك، وأنا المستفيد الأول كمان. ليه؟ لأنك أنت في الحقيقة عضو اتقطع مني وأنا متألم، لما العضو ده بيرجع أنا اللي بحس بالراحة. أيوة أنت هترتاح بس أنا المستفيد الأول. زي أم ابنها مش راضي يرضع بتترجاني يأكل وهي تعبانة، أول ما يقبل أن يرضع منها بترتاح. الولد بيشبع بس هي اللي بتلاقي راحة أكتر، الولد مش دريان، الطفل مش حاسس، الأم هي اللي حاسة بكل الإحساس. الطفل شبع بس إحساس الطفل لا يقارن بإحساس الأم. فالله بيتمنى ان احنا ناكل نشبع منه وبيترجانا. لما يجي واحد يقول ربنا سايبني، لا، المسيح قال هل تنسى الام رضاعها؟ فهو بيترجانا ان احنا اراده الله قداستكم، يعني هو بيترجانا ان احنا ناكل ونشبع، هو اللي هيرقي راحه، اذا هو المستفيد الاول. فزي الاله الصادق اللي هو بيقول انا المستفيد الاول، انا اللي عايزكم كده يعني يتهاول عننا او لا يبالي مننا، مش ممكن، ده هو اللي هيلاقي راحه وشبع اكتر. فده أكثر رجاء لينا، والدليل في نشيد الأنشاد الترجي الكامل للمسيح العريس إن النفس دي تفتح له ويلف حوالين البيت كذا مرة ويقول لها طب إيه إيه إيه. لما مرضتش تفتح له في الآخر قال لها طب اسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف، أريني وجهك الأول، مرضتش طب اسمعيني صوتك. ولا واحد مجنون على واحدة، ده حتى قصص ألف ليلة وليلة ومجنون ليلة مش كده بالظبط، ده ملح على إنه يدخل ينقذ النفس دي من الهلاك والجوع. ولما مرضتش تفتح له قالها طب سمعيني صوتك، ولما مرضتش تسمع لها صوته ابتدى يقول الكتاب حبيبي يلف حول حائطنا، يلفلف ويوسوس من الشبابيك ويتطلع من القوة ويقول قومي يا حبيبتي. يعني عايز يتجسس، يوسوس يعني يتجسس، إني يلاقي حتة فتحة في الحيطة عشان يبص يشوف العروس من جوه. زي أم ابنها طفل اتقفل عليه وهتتجنن، عارفة إنه هيموت بدونها هتتجنن. فالمسيح قال لي مش كتير حاسس بالحقيقة دي، حقيقة مشاعر اللي أنا عبرت عنها في سفر نشيد الأنشاد. قليل اللي متأكد من الأحاسيس دي، بس مكتوب كل حاجة في الكتاب، كل حاجة مكتوبة في الكتاب. قومي يا حبيبتي ويا جميلتي وتعالي، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا جميلتي يا كاملتي. معناها مش راضي تفتح له بس مدحها بكل المدح، ده بيشجعها لأن هو شايفها بعينه إنها جميلة. قد سبيت قلبي يا أخت العروس، معناها مش راضي تفتح له بس برضو بيحبها، هو عارف إنها تفتح له. لغاية الإصحاح الخامس مع إن قالت له كلمة صعبة جدا جدا، تقريبا أصعب كلمة الإنسان بيقولها لله في الكتاب المقدس كله، أصعب كلمة ممكن يقولها له. قالت له خلعت ثوبي كيف ألبسهما، وغسلت رجلي كيف أوسخهما. حد فاهم المعنى دي؟ لو أنا جيت لك هتوسخ، أنا في حيط، في حيط دي مثلا، إذا معنى أنه النفس بدهاش يعني أنكرته وعبدت آلهة. وكمان قالت له لو أنا جيت لك هتوسخ، شكل هيبة إيه قدام الناس، غسلت رجلي أنا الوقت نظيفة
كيف أوسخ نفسي لما أجي لك؟ يعني لو حد تأمل فيها في نشيد الأنشاد صعب نعرف نشيد الأنشاد ده يتفهم على مدار شهور وسنين اللي هو محبة الله للنفس وسعيه بقوة إن يدخل للنفس دي. فقالت له لا أنا لو جيت لك أنا كده نظيفة ومستحمية ونقية لو جيت لك هتوسخ غسلت ورجلي كيف أوسخهما؟ عايزني أتوسخ وبرضه هو ولا كأنه سامع ومستمر يخبط. شو قصده إنه أنا إذا بيجي لعندك بتوسخ أو الناس يتكلموا عني يقولوا إيه هبتدي أصوم وصلي يقولوا علي مجنونة أسيب تلفزيون والكلام الحاجات اللي في العالم يقولوا علي مختلفة متخلفة منظري يبقى شكله إيه؟ والاهتمام الجسدي هو علاقة محبة الله للإنسان يسعى ليها عايزها تيجي. فالنفس لأنها الطبيعة عتيقة مش فاهمة في حاجات مش فاهماها بترفض زي بني إسرائيل يطلع فيهم وهم مش عايزين يحاول يسعى يجذبهم وفي الآخر قال له كرهت أنفسنا طعامك السخيف. عايزين قدور اللحم مش عايزين الحرية عشان أمور تفهم. فنظرة الإنسان قبل ما يفهم عكس النظرة الروحية شايف إن ربنا هيقيده مع إن هو بيحرره. بالعكس الإنسان العتيق شايف كل حاجة بالعكس شايف إن ربنا الله بيحرر الإنسان وعايز يشبعه شايف إن هو بيجوعه لأنه مقياسه جسدي. لما يصوم يقول له أنت أجوع ليه؟ أيوة ما أنت هتجوع عشان تشبع روحي. فالمفهوم نظرة الجسد عكس نظرة الروح دايما الجسد ضد الروح والنظرة بتاعته معكوسة تماما لأنها نظرة مادية في غنى روحي بس هي شايفة أن الغنى هو الغنى المادي. أبيع كل مالي ليه؟ بيقول أردت أن تكون كامل. فهو شايف أن المال الأرضي هو الغنى الحقيقي فليه يسيبه يعني لما نظرتها اللي كأنها سايبة حاجة غالية معناها مش غالية عكس ربنا عايز ينقذها ويحررها وهي طلبة. ترجع لوين في مجال السؤالات من الكتاب المقدس أول شيء سلم تمك يحب العافية. أنا خايف أكون طولت عليك. لا لا في سؤال شوي حساس شرحه أبونا مكتوب في الكتاب المقدس اتخذوا لكم أصدقاء بمال الحرام أو بمال الظلم. هاي شوي كثير مش مفهومة لكثير مؤمنين وأنا كمان مش كثير فاهم. أصعب مثل في العهد الجديد اتخذوا لكم أصدقاء نفس السؤال اللي سأله يا عم السام ممكن يعني تفيدنا. هو طويل قوي وكيل الظلم بصراحة وصعب المسيح شرحها لما راح والمسيح حكاها مش شرحها وقال أنا جيت للمرضى مش لتصحى فهناك الأصدقاء إحنا تبشير المسيح كان إنك تبشر الناس الضالة مش الناس اللي مش ضالة هناك. فبناء عليه انت بتصادق الناس اللي مش مظبوطين او هيك فبتتبناهم فانت بتعيش بتعلمهم الحياه المسيحيه المظبوطه. مشان هيك جاب المثل المسيح لما قال انا جيت عشان الاصحاء عشان المرضى. اوكي فاهمة بس اتخذوا لكم اصدقاء بمال الحرام. يعني نشرح شوي. لا لا كل شغله احنا نستعمل اخاني الشرح الطويل. طب ادخلنا انا في مره كان مقطع انجيلي وبتذكر انه يعني رايي اللي شرحته انه انجيل لوقا دائما بيقلنا انه الشر اصل الشرور مثل ما بيقول يسوع هو المال. ولكن حاله وحده اذا كان مال حرام ماخوذ كان مسروق وبهديك اللحظه الله حكى معي غير لي حياتي هذا المال اللي انا اكتسبته او كثرته
أو حبيته وعبدته لفترة معينة بحياتي، هلأ أنقذني الله أن يجب علي أن أتجرد. ياما بأواخر حياته هدول يلي مصوا دمك ودمه ودمه صحيوا كلمة الله نزلت بحياتهم، بلشوا يعملوا خير مش بماله ولا بتعبه، بهذا المال اللي هو جمعه بالشر وبالشر صاروا يعملوا أعمال خيرة ويتبرعوا للفقراء للجمعيات و و و. أنت بتقول هذا مال حرام ممنوع يعمل هيك، المسيح قبله فإنه تاب عن محبته للمال وصار يتبرع فيه، لأنه إذا ما قبلوك هون بيقبلوك في الحياة الأبدية وأنت عملت خير. هذا ما قبلوا فيه، كأنه غسل الأغوار. طيب هذا اللي ما قدروا يستوعبوا، أنه كأنك أنت وأنا عم نغسل أموالنا الوسخة بعمل الخير، وما قدروا يفهموا. أبونا بس السؤال الثاني، يعني أنت كأنه أنت شو فكرت؟ أنا كيف أجل أكون بالغلط؟ أنه أنا مسموح لي أخذ مصاري غلط بالحرام وبأي طريقة غير مضبوطة، وإذا أنا بعمل فيه العمل خيري أنه صار مسموح لي لا هلا بلحظة أنا ما كنت بعرف الله. أنا كنت عايش بالخطيئة. ما أحكي في مجال. طب يا أخي سامحونا خلينا نسمع الأخ هذا. لا لا إذا النقاش أخوي بمحل. نعم. شديد ده. لأنه كان مدير بنك بيعرف البزنس. مدير بنك. هو مش قصده حاجة وحشة. لا أكيد. نعم. هو مثلا كل الظلم أنا فهمته على مدار شهور بس طويل شوي. على مدار شهور حتى قدر استوعبه. صعب. صعب. لأنه بيحكي الطريق كله. بس هو صعوبته أن في دوائر مفقودة، يعني حتى المثل مش مفهوم فكم وكم الرمز الروحي، لكن ممكن نقول عناوين يعني. هو بس مش عارف لأنه صعب. هو طبعا مش الصوت عالي، هو مش بيتكلم غير عن الطريق، يعني عنوان عريض. واحد طول حياته سيب نفسه وما كانش أمين طول حياته. المال هو كل عطية بيديها لي ربنا، عقلي قلبي العمر اللي أنا فيه. What I have مش زماني، يعني مش نقود. كل مالي زي ما قال المسيح للابن الضال لك. المسيح شبه نفسه في قصة الابن الضال، الأب اللي عنده ولدين. فأخر المثل بيقول للابن اللي كان عنده في البيت، أنت زعلان ليه؟ أنت مش عارف أن كل مالي مش my money، لا كل مالي what I have for you، كل ما عندي. فالغنى اللي بيتكلم عنه في كل أمثلة السيد المسيح زي الوزنة أو كده، ده كل نعمة من إله، كل نعمة بيديهالي. يعني الوجود اللي بيديهولي ده أول غنى بيديهولي، مال غنى. العمر والفرصة اللي أنا فيها والكتاب المقدس اللي جالي، عقلي قلبي كل ده غنى. الغنى ده بيديه ربنا شبهها بوكالة، إيجنسي، وكالة. أنا اللي عندي وكالة، ملك إمبراطور وكل واحد على حاجة، أنا وكلني على نفسي. طبعاً اللي جواها الجسد والنفس كلها دي وكالة، كلها هيلة بيلة كده وكالة. أنا هيسألني في اليوم الأخير ربنا لو أنا مش أمين على الوكالة دي، هيقول لي إيه عطي حساب وكالتك. وكالتي هي مديني نفس وعايزني أبقى صورته، أبقى قديس، أبقى ابنه. فأنا يا إما أبقى أمين على الوكالة يا إما مش أبقى أمين. الوكالة شبهها برضو بالهيكل، أنتم هيكل الله،
المسيح لما دخل الهيكل وطرد الغنم ده بيرمز لواحد سيب نفسه مدخل الغنم والبقر اللي هو اهتمام الاكل والشرب وشهوات الجسد والصيرفه اللي هو حب المال. ربنا بيطلب لانه ما كانش الهيكل ده يرمز لانسان ما كانش امين ما كانش مدقق على الوكاله. فمثلا الوكيل الظلم ده يرمز لواحد طول حياته مش امين على الوكاله وربنا حسسه انه ممكن يموت في اي لحظه. فالشخص ده استيقظ في اليوم ده بيقول لي اعطي حسابه كالتر. يعني واحد طول حياته مش امين وسايب نفسه مش عايش الطريق الروحي تماما وفجاه ربنا اوقظه سواء بحادثه او واحد قريب ليه مات مش مهم. المهم في يوم من الايام حسسه ممكن يموت. فالشخص ده استيقظ في اليوم ده على انه طول حياته ما كانش امين بيقول له اعطي حسابه كالتر. حسسه انه ممكن يموت في اليوم ده اعطي حسابه كالتر. طبعا بس ما هو ما خدش روحه وعطاله فرصه. اهم نقطه في الموضوع كله ان الشخص ده بيقول ايه؟ ماذا افعل؟ سيدي سيطردني من الوكاله ماذا افعل؟ كان امين جدا وصادق ازاي يعوض السنين اللي عمرها في حياته اللي هو ما كانش امين على الوكاله اللي وكلها له ربنا نفسه ان يسكن فيه المسيح. وكان في اللحظه دي صار امين استيقظ وكان امين فعلا. العدد اللي بعده بيقول الكتاب هو بيقول ماذا افعل سيدي سياخذ مني الوكاله. العدد اللي بعده بيقول قد علمت ماذا افعل. ده معنى ايه؟ صدق الانسان فعلا انه عايز يعوض السنين اللي ما كانش امين على الوكاله على المال اللي مديهوله ربنا مجرد بيبقى صادق حتى لو كان شرير طول حياته مش امين. الله يفتح ذهنه يعمل ايه؟ اول حاجه فتح ذهنه على ايه؟ يقول الكتاب دعا كل مديوني سيده. مين هم المديونين؟ هو طبعا المثل طويل قوي انا بس هقول نقاط فيه. المديونين هو كل القديسين اللي عاشوا حياتهم حياه مديونيه لله حسوا ان حياتهم مديونه لله. زي ما انا قلت السيد المسيح لما قال لي الفرق بين الملاك والانسان الملاك مديله نعمه واحده هبه الوجود وبالهبه دي والنعمه دي عايش طول حياته تسبيح ليه حاسس بمديونيته لله. زي ما القديس بولس بيقول قد مات المسيح من اجل الاحياء كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل من اجل الذي مات من اجلنا. فقد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيد البعض. ربنا اشترانا فانا مش ملك نفسي انا عندي وكاله مفروض ابقى احس ان انا مديون طول حياتي للاله اللي اشتراني. فكلمه المديونين يعني كل قديس عايش حياته كلها مديون بيها لله وحاسس انها مش ملكه دي وكاله. زي المثل اللي قاله ربنا في لوقا 11 لما الصديق راح لصديقه في نص الليل بيقول له اقرضني ثلاثة ارغفة اقرضني. احنا باخد قرض دي مش ملكي. اللي بياخد قرض لازم يرجعه يا اما يبقى مال ظلم سرق. اقرضني حياتنا هي وكالة قرض. هاجي في يوم هيقول لي ادي حساب وكالتك انا سلفتك اعطيتك قرض وكلتك. لو انت استغليت خدوا بالكم من العبارة اللي جاي لو انت استغليت الوكالة وكل الأموال المال ما أعطيته ليك استغليته لحد تاني غيري هيبقى مال ظلم. لو انت استغليت عقلك وقلبك والعمر ده عشت لنفسك وللناس ودخلت الهيكل بتاعك انتم هيكل الله غنم وبقر وصيرفة كده انت سرقت حق مش بتاعك. وضحت؟ أنا شخصيا سألت أكثر من رجل الدين أكثر. كل واحد له وجهة نظر بصيرة. السؤال هو لما أجد استشاره الكتاب المقدس حتى يكون إلنا واضح ونفهم ونكمل. لا السفر مختوم ساعة أختام ليه؟ بس أكمل أنا نظريتي لأنه إذا إحنا رؤساء الدين ما عرفوش يفسرونا كيف إحنا فهمنا كله من أول لآخره غلط غلط غلط
لا مش غلط. بص الأعماق الروحية كتيرة. بص الأعماق الروحية كتيرة. ويوحنا لما طلع فوق لقى السفر مختوم 7 أختام فسأل ليه مختوم؟ الله ليه حكمة إن هو كل ما الإنسان يدخل في عمق روحي هيفهم ما وراء الكلام المكتوب بالروح. الروح تفحص كل شيء. القديس بولس بيقول في كورنثوس 8:1 قارنين الروحيات بالروحيات اللي فينا. دي آية في كتابنا في كورنثوس الأولى 2 الروح تفحص كل شيء حتى أعماق الله. الكتاب اتكتب بالروح. كل ما الروح القدس ينمو فيا بصوم وصلاة وماشي الطريق كل ما هفهم ما وراء الكلمة. أنا قعدت 17 سنة عشان في حاجات كتيرة زي عرس قنا الجليل بيحكي مواضيع سمير الصالح سهل ممتنع يبدو بيتكلم مثلا بيحكي عن آدم اللي نزل من أورشليم إلى أريحة فتعرض. المواضيع مش بسهولة تتفهم. لكل كمال رأيت حد أم وصياك وساجد بالروح بس علشان يبان في الآخر الإنسان مين اللي في الإنسان اللي في الروح ولا مش في الروح. عشان كده كان لازم يختم ربنا 7 أختام. لو ملك عظيم عنده خزنة فيها كل مجوهراته مش من الحكمة يدي المفتاح بتاع الخزنة لابن سنه سنة ولا سنتين. يدي المفتاح لمين؟ لما الابن يكبر ويبقى أهل للخزانة أو للمملكة لما يقدر قيمة الشيء. فمش ممكن واحد لسه مبتدئ يديه لربنا المفتاح بتاع الخزنة بتاعته. ففي حاجة أهم من كل ده إن لو واحد مش هيعيش الإنجيل ليه ربنا يكشف فيه؟ في مرات كان يستعمل يسوع أمثلة مشان ما يفهم كل الناس ولما بيجوا لعنده تلاميذه بيشرح لهم. في مرات ممنوع إنه فط يعني أوضح كل شيء كل شيء هيك لعامر لعبر الطريق. في أشياء درر وجواهر ومقدسات لا ترمى للخنازير ولا لكي تدوسها الكلاب. في أشياء مرات إلى قدسية معينة إلى قامات معينة مش بسهولة بأول كلمة افشرح لكم احكي لكم عن عمق وعن ارتفاع وعن في أشياء لازم ننمى فيها وإلا بتعتبروني مجنون شو عم يحكي لأنه أنا عم بطلع بالروحانيات جدا جدا وهدينك لساعتنا عم نتقاتل مع بعض وعم نشد شعر بعض ولي وين صرنا واحد فوق فوق وكلهم تحت تحت بيقولوا شو هاد. يسوع عم يقول لهم أنا بدي أعطيكم الخبز الحي الباقي بالسماء. قالوا جوعانين نحن بدنا هو عم يحكي بيقولوا هذا الكلام عسير. يا ما يسوع يكون فوق 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 ونحن تحت 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 بالحضيض. شو ما اختلط الحابل بالنابل ما عاد حدا يفهم على يسوع لأنه كسكل. هذا المثل واحد غير مسيحي يهود سألني هذا المثل تحت ما هو شو ممكن أجاوب واحد فهمنا شوي. الكتاب مكتوب بالروح ولا يمكن يتفهم غير بالروح. ايه الفايدة ان الله يكشف كل اسرار الناس عارف بعد صدق مش هيعيشها واحد مش هيعيش عادل يكشف له ليه؟ ده حتى ذاته هتتغذى هيتكبر انه عارف. القديس بولس بيقول الان اعرف بعض المعرفة ولكن حينئذ الكل. الآن أقف كما في لغز ولكن بعد كده آخر الرسالة بيقول ولكن بوجه مكشوف أقف كما في مرآة بالتدريج. فواحد مش هيعيش الكلام ده يكشف له ليه؟ فربنا بيقول لنا أنا مديكم مكانة ومديكم خنة وكل واحد يبقى أمين عليه. لو اتصرف الإنسان في الوكالة والمال ده مش من أجلي أنا ومن أجل الملكوت يبقى كده سرق حق مش بتاعه ده مال ظلم سرق. طيب الوقت أنا أعمل صداقة مع مين؟ الحل إيه؟ أنا طول حياتي عايش مش أمين طول حياتي لا تصوم ولا صلاة ولا عم الحقني يا رب القزم ماذا أفعل؟ قال له روح للمديونين اللي هم القديسين لأن أي قديس نقدر نشوف الكتاب المقدس كله في حياة عملية كأن الكتاب المقدس اتضغط وشفناه عملي
فيبقى أسهل. عشان كده في نشيد الأنشاد في الإصحاح الأولاني لما النفس بتقول له اخبرني يا من تحبه نفسي، أين ترعى، أنت فين، أجيلك إزاي، رد عليها المسيح قال لها إيه، إن لم تعرف أيتها الجميلة أخرجي وراء أثر الغنم، زي عم سامي ما خرج الوقت وقرع جدائي، أخرجي وراء أثر الغنم. شوفي اللي مشي مشي إزاي. ليه؟ فهم الإنجيل ممكن ياخد سنين، لكن لما واحد يتأمل في حياة قديس شايف الإنجيل كله مهضوم، شايفه عملي. فالكتاب يقول دع كل مديونية سيده، هو صنع أصدقاء فعلا من الزور. أنا ممكن أعمل مع صداقة مع إيليا النبي مع العذراء إزاي، أشوف عاشوا إزاي وأتتبع خطواتهم وكأني عايش معاهم، بدل ما أعمل صداقة مع بتوع الكورة في العالم ممثلين. ربنا ما قالش كده، اصنع لكم أصدقاء، أعمل صداقة مع فعلا الناس اللي مشي الطريق. لما المسيح في الجبل التجلي ظهر موسى وإيليا بيقول لنا هم دول الأصدقاء اللي عايزكم تتصدقوا معاهم، انظروا لنهاية سيرتهم، اتمثلوا بيهم، اصنع لكم أصدقاء. ما الظلم مش بتاعكم، أنا بديكم عمر وقلب وفكر ونفس والكتاب المقدس غنى، بالغنى دي كونوا صداقة مع القديسين، اصنع لكم أصدقاء علشان إذا فنيتم يقبلونكم. شوفوا هم عملوا إيه عشان تطلعوا تقعدوا معانا. فأنا مديكم وكالة، والوكالة دي فيها وقت وهتنتهي، ولما ينتهي فيه مصير أبدي ملهوش نهاية، فعايزة حكمة خصال. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة. إيه هي الحكمة؟ إيه هي الحكمة؟ أشوف دانيال عمل إيه؟ أشوف عايش إزاي؟ كانت العذراء عايشة إزاي؟ يوحنا العداد كان عايش إزاي؟ بولس الرسول أعمل صداقة، أنشغل بكل القديسين وأكون صداقة معاهم عشان لما يطلعوا أبقى معاهم. طبعا ده باختصار، بس موضوع الوكالة هحاول أقوله، بس هو صعب شوية بس هحاول أبسطه. الكمبيالة اللي كانت عند أول مديون ده تعهد كل قديس أمام الله إن هو يجاهد جهاد كامل. أول واحد كان مديون بمية بس زيت، معناها إيه؟ إن القديسين وأي قديس بيتعهد قدام الله بيقول له يا رب، زي واحد بيكتب كمبيالة على نفسه، إن يا رب أوعدك في اليوم الأخير هتلاقيني جهدت جهاد كامل. مية بس زيت بيرمز لإنسان جاهد جهاد كامل، الزيت بيرمز لعمل الروح القدس وامتلاء الإنسان الروح القدس. فالناس دي اللي هم القديسين زي ما يكونوا تعهدوا أمام الله، الكمبيالة دي رمز إنه كانوا صادقين في التعهد، صادقين زي المعمودية. المعمودية هي واحد تعهد إن هموت معاك يا رب، هموت مع المسيح، موت دفننا مع فيه، بيتعهد. لما يجي واحد مش مسيحي ويتعمد كأنه بيتعهد أمام الله وقدام الكنيسة إن أنا فعلا هتدفن وأموت عن شرور العالم، شرور الجسد، بتعهد. وهو زي كمبيالة بيكتب على نفسه، فزي ما يكون كتبوا على نفسهم كمبيالة إن في اليوم ده لازم أدفع مية بس زيت. يعني أنا يا رب بتعهد لك، القديس ده بيقوله إن في اليوم الأخير هجاهد الجهاد الكامل، زي ما القديس بولس جاهد الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، فبيتعهد. لما يجهل الشخص ده اللي هو الوكيل الظلم قال له أنت كم عليك لسيدي؟ قال له 100 بس زيت. قال له لا، خذ سقة كتب 50. معناه إيه الكلام ده؟ مش معناه إنه بيقول له قلل من تعهدك وبدل ما تصلي 10 ساعات صلي 5 ساعات، لا، ده معناها أقصر وأقصر أقصر من رائع. حد عارف معناها إيه؟ بالظبط كده، ده معناها صح اللي حضرتك بتفكري فيه. ده معناها إن بيقول للقديس استمر جاهد وأنا هتفرج عليك وأتعلم منك وكمان هتشبه بيك. وفعلا في الزمن عدت الأيام وبقي بيجاهد نفس جهاد القديس وبقي عضو معاه في جسد المسيح وكأنهم هما الاثنين بقيوا واحد، فالكمبيالة واحدة، فكأنه هو دفع 50 قال يعني والتاني دفع 50، فكانوا هما الاثنين واحد في المسيح. وضحت ولا صعب؟ الكمبيالة بمية بس زيت، الكمبيالة بمية بس زيت، زي واحد بيتعهد لواحد باشا عنده أرض بيقول له في اليوم الفلاني هجيب لك 100 صفيحة زيت،
فالشخص اللي هو طول حياته ما كانش أمين مع الله هيبتدي يتعلم من القديسين، قال للقديسين لا خلي الكمبيالة 50، ده يتفهم ضمناً إن هو هيدفع 50 التانيين، ما مش معقول هنسرق، هيسرق السيد لازم يدفع 100 يعني 100، فادفع 50 معناها أنا كمان هدفع 50 التانيين، معناها هشترك معك في جهادك، مش تقلل جهادك وأنا أجاهد عنك، لا كأننا أحلى الاثنين بقينا جسد واحد، فالكنبيالة مش كنبيالة واحدة، لأننا أحلى في الحقيقة كل القديسين أعضاء في جسد واحد. أنا كنت أفهمها مثل ما أشرحها ويطلعوا شوي زعلانين مني، يمكن أنا ما قدرت أعطيها الحق السماوي تبعها، لأنه مثلا أنا عشت أو كنت من زمان كنت أطاع التلين القتلة، أنا بولس كنت أقتل الناس، بس لما ضاق لي يسوع حسبت قديش أنا مديون، صرت بشر وجاهد قول يا رب بس سامحني على ماضيي. مثلاً في أشخاص مثل من يومين ثلاثة حكالنا واحد ملياردير مش من مليونير بيقول ما معي وقت بكفي أعمل إشارة الصليب، يعني عم نضحك عليه، بس هلأ حكى معه صار معه وقت مستعد يساعد ملايين بأمواله، من هاللحظة ولد المسيح فيه نقول له لا ما في داعي أموالك كلها وسخة، هلأ صحي ضميره، بس شو عرفان أنا كان معي أبي قتل وسرق وكنس كنوز كبيرة، بس أنا هلأ ضميري صحي. بتقولوا لي عم يغسل أواعي أو عم يغسل أمواله، لا من هاللحظة صار يحب الفقير والفقيرة والأيتام والأرامل ويساعد الناس. بتقولوا لي هو 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 هذا شو بده ينفعك، بيقول له حتى الناس لو بيسوك بيقبلوك بالمظال الأبدية، لأنه أعمالك للفقرة مش ليكتبوا عنك إنك تبرعت، عم يكفر عن أعماله وعن ذنوبه. من هاللحظة أضاء للمسيح، أنا كلي صحتي حياتي أموالي كلها إلكم، معناته ما عاد صار في شيء له، صار كمسيح آخر الله بيستقبله. هذا من هذا المنطلق، كمان هذا المنطلق حلو كتير، مش كمل كل مفهوم انه من هاللحظة من شخص، يعني شخص بيشتغل ووفر مصاري في حياته، حياته ما صلى ما كانش يعرف المسيح، نعم عرف المسيح صار ضحيه مسيحيه، واللي معوش بالاول يعني واللي معوش في حياته الارضيه اللي هو ناس المسيحيه، لما عرف المسيح صار يعطي، بدون المسيح كان حرام. انت عم تضيّد اموالك، لا يا عمي انا من هاللحظة ام كلثوم قديش كانت غنية لما حست انه اقتصاد مصر وشعب مصر بحاجة، كل اموالها وصيغتها وذهبها وهبته للجيش المصري للشعب المصري. في ناس بيقولوا هاي وحدة كذا وكذا انها فاشرة انها كذا، انا بشوف هالمطربة الرائعة يعني سدت خزينة مصر للطعم الشعب، ما أروعها إنه بلحظة تركت كل أموالها وكل صيغتها وألماسها أعطتهم للجمهورية، وصاحب البلد جاب ملح وقمح وطعم الناس يكثر خيرها بينباسوا رجليها. هلأ في ناس بقول واحدة فاشلة واحدة كذا وسخة، ولكن عملت تصرف غسلت أقدام الشعب المصري. مش بنقول لها مش منيح. نعم حنا عنده سؤال طبعا أعماق روحية أو أعماق روحية أعماق تغير في أعماق كل الأمثلة أعماق بس أنا بدي شفت عن الموضوع يعني أساس أشفت الفكرة إسا دغري في راسي إحنا بنحكي حكينا كثير وقليل وشرح كثير ما في كفاية بس اليوم لسه هيك منفذ في راسي وظيفية الإنسان اللي أخصبت أرضه وقال انه انا لازم اهد وابني، شو الغلط باللي عمله؟ هذا اشتغل وجاهد وعمل الارض ربنا انطاها وانبت، اذا ما فيش عنده مخزن كبير شو الغلط انه هبط وعمل مخزن؟ في غلط؟
كان الموضوع مش خلاص. اوكي احنا بنسمع عن قصر احنا بنعمل حاجه هذا كمان مثلا حلو يعني الغلط وين؟ مش حرام بس هو مش عاش هذا الله خلقه عاش. نعم بس اذا لما نيجي نكمل انه هو بقول شو بساوي الان بينه وبين نفسه صار في إلي لسنين كثيرة كلي وانبسطي وكذا وكذا وكذا. بس لو ما حكاش هذا الكلام كان ربنا انه يكون فاتح في المنطق وفي المجال. لكن هو لما قال لنفسه يعني كلي وتنعمي وتلذذ إلي لسنين كثيرة هذا هو الغرض يعني انه الانسان لازم يجاهد ويتعب ويحسن طريقة الروح الله يشهد اللي خلقه ربنا عشان احنا ما بنصيرش كالغنم عينينا لو فرض بس للحشيش وندور نعمل سهرة الاكل اللي بغديني بس ما بغديني وطعميني ولكن الروح نفس الهدف الهدف الروح انا عايش ب بس الهدف يعني ماضي يمكن نصيحتك لنا مع انك انت ذكرت انه الانسان يعني اللي بيصلي لازم قرار حسب رايي الصلاه هي قرار القرار انه خلص انا احط بيني وبين الله سوي خمس دقائق صح. أسكر على باب من الباب لو بيجي مية تلفون لو بتخرب الدنيا لو مية سرق وسطع مزيان بتحب فوق راسي طالما رح الله مش لازم أخاف وصلنا لأول في غير جدية مسيحة ربنا فرنسوا شكرا يا أخي أنا وخارج أكثر معه